مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من برنامج زملكاوي. يعني سعيد إن أنا رجعت النهاردة لحضراتكم بعد فترة من المرض. يعني ما زلنا يمكن في أواخرها، لكن نتمنى إن شاء الله نعمل لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك كعادتنا دائما كل يوم جمعة. مبروك لكل جماهير الزمالك هذا الفوز المهم على نادي البنك الأهلي، وكأن التاريخ بيعيد نفسه للمرة الثانية على التوالي في الموسم الماضي. لو تتذكروا حضراتكم 6 انتصارات متتالية للنادي الأهلي في بداية الدوري الممتاز، ثم تعادل إيجابي بهدف مقابل هدف أمام فيوتشر في الأسبوع السابع، بعدما تقدم النادي الأهلي في الشوط الأول تعادل فيوتشر في الشوط الثاني، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. في المقابل كان تعثر مباراتين لنادي الزمالك، ثم فوز بربعية نظيفة قبل لقاء الأهلي وفيوتشر بيوم واحد، وكأن التاريخ بيعيد نفسه بفوز مهم جدا جدا على البنك الأهلي الفريق المحترم بهدف مقابل لا شيء ليوسف أسامة نبيه. العديد من النقاط الإيجابية والعديد من الإيجابيات بعد نهاية لقاء اليوم، وكأنه فوز ب5 نقاط زي ما كنت بتكلم مع الكابتن جمال عبد الحميد قبل ما اطلع لحضراتكم على الهواء مباشرة. 3 نقاط غالية لنادي الزمالك، ثم فقدان النادي الأهلي بعدها مباشرة 2 نقطة كانوا في الإمكان بعد طرد أحد أبرز لاعبي فيوتشر في الشوط الأول وهو عمر كمال عبد الواحد. استطاع فريق فيوتشر أن يقدم شوط تاني على أحسن ما يكون، ثم احتساب ركلة الجزاء يعني تخبط في العارضة وتنزل على الخط، ويحافظ فيوتشر وجنش على نظافة الشباك في الشوط الثاني، وتنتهي أحداث اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. زي ما احنا قلنا يمكن من 2 أسبوع 3 الدوري لسه طويل، وما زال الدوري طويلا، وما زالت العديد من النقاط الهامة جدا، لكن مهم جدا 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 ان انت تفوز وتلعب على الفوز حتى اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بروح قتالية. مرحب بضيوفي ومنجومي النهاردة كابتن جمال عبد الحميد نجم مصر وكابتن منتخبنا الوطني في كأس العالم، ونحن نستمتع بكأس العالم. ومنتخب المغرب يمكن شرف كل العرب وشرف كل القارة الأفريقية وكل البلدان العربية. كابتن جمال عبد الحميد أهلا بيك، مشرفني ومنورني كابتن جمال، وسعيد أن أنا شفتك النهاردة بعد فترة طويلة ما شفناش بعض. اولا اهلا بك يا خالد، والف الف سلام عليك. الله يسلمك. شفاك الله وعافاك حبيبي، وان شاء الله بعد ما تقدم ضيوفك ارحب بيهم لانهم وحشني برضو، وبرحب بالساده المشاهدين. ومبروك النهارده كابتن جمال، أحلى مهم، احلى 5 بونت النهارده. طبعا زي ما انت قلت لي قبل ما نطلع على الهوا، كاتبنا الصحفي الكبير الكبير العائله في الاخبار، وطبعا كبير العائله الزملكاويه الجميله الحميميه الاستاذ محمد رجب ناقدنا وكاتبنا الصحفي الكبير. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ محمد شرفنا. الحمد لله على السلامه يا خالد. انت عارف انت بتقلقني جامد، انت بالذات صداقه عمر وعشره عمر الحمد لله وزعيم من زمان، يعني انت والاب والجد الحمد لله في نادي الزمالك، انتوا اسماء كبيره جدا. الحمد لله على سلامتك وبرحب بيك. ربنا يكرمك يا حبيبي. رحب بجيمي كابتن مصر بكاس العالم، واستاذ منتصر ابني الحبيب الناقد اللامع طبعا اللاذع، والاستاذ طبعا علي بركه ناقدنا تحرير الاهرام ومدير تحرير الاهرام ناقدنا الكبير الاستاذ علي بركه. اهلا بيك يا استاذ علي. اهلا بحضرتك، شرفني ومنورني. كلام مكرر ان انا اقول لحضرتك الحمد لله على السلامه، لان حضرتك. انت كنت حاسس على الاقل بقلبي ان انا كنت معاك. طبعا 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 شرفني ومنورني يا استاذ علي. اهلا بحضرتك. ناقدنا الرياضي الجريء الصريح عاده وصاحب التصريحات الناريه استاذ محمد الحراق الحراق الاستاذ منتصر رفاعي. اهلا بيك يا استاذ منتصر، شرفنا ومنورنا. اهلا بيك كابتن خالد، والحمد لله على سلامتك، منور بيتك نادي الزمالك وقناه نادي الزمالك، واحنا دايما بنبقى سعداء احنا موجودين مع حضرتك. قامه اعلاميه كبيره جدا ربنا يخليك، طول عمرنا بنسعد بيها. وطبعا ليا الشرف ان انا موجود مع استاذنا الاستاذ محمد رجب، يعني لا ازكيه على الله، يعني الناس اللي بحبها جدا جدا وبتعلم منه. طبعا كابتن مصر كابتن جمال عبد الحميد اهلا بيك، اكيد طبعا انا بتشرف بوجوده. طبعا استاذنا استاذ علي بركه طبعا سعيد جدا ان نبقى موجودين مع بعض النهارده بعد غياب كبير، يعني من شرفنا ومنورنا. استاذ منتصر، المستشار مرتضى منصور يمكن حاليا دلوقتي عامل لقاء مع كل الروابط، يمكن الصفحات والسوشيال ميديا
الزملكاويه، وبعد نهايه اللقاء الزمالك بالفوز الهام على نادي البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء. يمكن الاجتماع حتى هذه اللحظات مستمر، وان شاء الله هنوفيكم بتفاصيل هذا الاجتماع وهذا المؤتمر الكبير اللي المستشار اصر على النهارده عقده بعد توافد عدد كبير جدا من اصحاب الصفحات الزملكاويه والسوشيال ميديا الزملكاويه الكبيره. لكن قبل ما اروح لكابتن جمال النهارده، كابتن جمال عايز احيي جماهير نادي الزمالك العريقه العظيمه اللي ظلت حتى اللحظات الاخيره وقبل هدف يوسف اسامه نبيه تشجع بكل ما تملك من قوه، رغم يعني كان اقتراب الزمالك من فقدانه لنقطتين، لكن لم تتوانى جماهير الزمالك العظيمه الرائعه اللي النهارده كان ليها عامل وسحر كبير جدا في فوز نادي الزمالك، ان هي تشجع فريقها حتى صافره حكم اللقاء، وبغض النظر كانت عن النتيجه، لكن ظلت جماهير الزمالك تشجع منذ لحظه انطلاق الصافره وحتى احراز الزمالك الهدف الاوحد في هذا اللقاء. ويمكن انا كان ليا برضو نصيب وشفت لقاء بيراميدز من استاد القاهره الدولي، وشفت قد ايه جمهور الزمالك من البدايه وحتى النهايه كان ليها مفعول السحر، باصه ورفعه من زيزو لا احلى ولا اجمل من كده، نزول شيكابالا يوسف اسامه نبيه اللي بيتالق لمباراه ثانيه بعد الهدف الرائع على الطريقه المارادونيه مع الميسيه في نفس التوقيت، النهارده يحرز هدف جميل جدا جدا. يوسف قابلته بالصدفه امبارح وقلت له شد حيلك يا يوسف من اللاعبين الصاعدين الواعدين، نجل نجم كبير كابتن اسامه نبيه النهارده رايح في المكان الاحساس. ادي كابتن حلمي طولان حزين طبعا على ضياع 3 نقاط، لكن تواجد يوسف في هذا المكان، وهترك ده للكابتن جمال عبد الحميد، حساسيه واحساس عالي جدا جدا بالمكان، طالع بارتقاء عالمي موجه راسه على احسن ما يكون، هدف قاتل كابتن جمال عبد الحميد في توقيت قاتل لنادي الزمالك. ومين مخرج مدحت ولا حازم؟ مدحت. مدحت يعني هجيب الهدف ده بس بعد ما اقول كلمتين بس مدحت بعد اذنك، لان الهدف دوت هو ده اللي احنا عايزينه على طول يا كابتن خالد في المشهد، ولكن هو اتحققت او اخر 5 دقائق. اول حاجه الجمهور، طبعا حضرتك كلمت عن الجمهور، الجمهور كان بيشجع لاخر دقيقه لانه حاسس بالظلم بالنسبه للجدول الدوري، جدول الدوري ادى للنادي الاهلي 6 ماتشات دولت براحته، اكسب اللي طالع من الدرجه الثانيه، اكسب اللي كان بينافس على الهبوط وخد ال 18 بونت، وكمان خد اي فيوتشر انت بتكسبه 4 يبقى خدت 21 بونت وانت ماشي. بعد كده ما تسالنيش بقى انا عملت اللي عليا كجدول كاتحاد كوره او رابطه، انا عملت اللي عليا. فمشي النادي الاهلي وخد فعلا سواء احسن مدرب، ومدرب بيضاهي مستر فيريرا، ومدرب ده جه ده العالمي، ما ده احسن من جوزيه كمان واحسن من فايلر، علشان الفرقه الثانيه كانت طبعا لسه بتكمل نفسها والناس طالعه من درجه ثانيه. فالجمهور حاسس بالظلم فبيروح ورا نادي الزمالك، عشان هو مش محتاج دلوقتي دوري ولا كاس، هو محتاج يقف جنب الفرقه ورا الفرقه عشان تدي له مباراه كويسه وتكسب بربنا ثم بلعبهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاخلاص من الاداره بقى، ان الاداره اما بتقول برئاسه المستشار استاذ منصور ان انا التذاكر حتى في افريقيا ب 20 جنيه فالجمهور حاسس ان في ود بين مش ود اسمها ايه؟ تجاوب وتفاعل. تفاعل بين الاداره والجمهور طبعا، فالجمهور بيروح بكل قوته بيشجع اللعيبه والمدرب والدنيا كلها حتى لو وحشين، علشان حاسس ان الدنيا كلها واقفه جنب الفريق، علشان اللي احنا حاسينه بظلم بين من حكام ومن فار ومن قرعه ومن كل حاجه، فبالتالي الجمهور يشكر على ان هو حس بالحته دي. تالت حاجه بقى الثقه الزايده، الثقه الجميله الغاليه اللي الجمهور مديها لمستر فيريرا واللعيبه، علشان ما كانش عنده سكواد وما كانش عنده لعيبه وما كانش عنده اي حاجه السنه اللي فاتت وخد دوري وكاس، فهم واثقين فيه وفي اللعيبه الجديده اللي جايه والقديمه ان يحققوا البطولات بطوله ورا بطوله ان شاء الله باذن الله. طبعا فده المطلوب، ان احنا ان شاء الله باذن الله كل فرقه تلعب علينا الزون ال 11 كده. هو طبعا في بقى هقول اخر حاجه بعد اذنك عشان هم يتكلموا، بعض الاعلاميين والخبراء اللي انا اتفرجت عليهم وسمعتهم
في الاذاعه او في الشاشه على الشاشه. بصراحه حلمي طولان ده رص في الشوط الاول، بيحلل الشوط الاول، رص اللعيبه عالمي، وده جه فهم الفرقه فرصها قصاد الزمالك وبيلعب ماتش عالمي وبيعمل هجمات مرتده خطيره جدا بعد ما الجول جه واتقلب. هو مدحق، هو حلمي طولان ملوش دعوه، ده اول ماتش ليه، ده اول مباراه ليه يعني. هو الشوط الاولاني كان هايل، الشوط الثاني بقت فهي الفرقه دي بتاعت خالد جلال مش بتاعت حلمي طولان. حلمي طولان هيقعد ماتشين ثلاثه لغايه ما يفهمها يبتدي يعملها، بس انا ما اجيش اغير رايي بين شوطين. ده راس، ده جامد، ده فهم، ده بص من اول ماتش بيعمل ايه. وبعد ما الجول جه هو يا جماعه ما تلومهوش، الراجل اول ماتش ليه، والراجل مش حافظ الفرقه، والراجل مش عارف الاسماء. الله، ما انت يا لا، يا هو فهم الفرقه من اول تمرينه ونزل الماتش الجميل ده اللي عمله قصادنا، يا اما هو لسه ما مسكش الفرقه وخالد جلال هو اللي بيلعب، خالد جلال هو دي فرقته. فحلمي بعد ثلاث ماتشات هيبقى هيعرف يظبط الفرقه دي كويس. فانا بس بستعجب من الخبراء، الناس بتصدقهم، او الناس الطيبه، الجماهير الطيبه بتصدقهم. كل واحد بيتكلم بطريقه عجيبه جدا. انا كنت قاعد اضحك وانا جاي في الراديو برضه عمال اضحك. احسن مدرب اصله لسه ما فهمش الفرقه، ده مسك الفرقه عمل تيم، عمل تايم هايل. الشوط الثاني يا جماعه انتوا بتلوموه ليه؟ الراجل لسه ما عرفش ولا اسم من الفرقه، ازاي يكسب الزمالك او يتعادل مثلا؟ صح. فانا بس عايز اقول ايه، خليك واقعي وقول لعب كويس ولعب وحش بس. كل واحد بينظر وبيشاهد اللقاء من وجهه نظره. زي ما انا قلت النهارده كان عاجبني جدا الجمهور وحماس وقتال اللاعبين. وهات لي الجول قبل ما اروح هشوف ناقدنا وكاتبنا الصحفي الكبير استاذ محمد رجب كيف شاهد هذا اللقاء من وجهه نظره ومن خلال رؤيته. كل واحد بيبقى له رؤيه، يعني كل واحد بيبقى شايف نقاط ايجابيه في اللقاء من وجهه نظره، وكابتن جمال يشوف بعض النقاط الفنيه، بشوف انا بعض النقاط الاجماليه، الاستاذ محمد بيشوف بعض النقاط الاخرى، الاستاذ علي بركه هكذا، استاذ منتصر. يعني هات لي الهدف بعد اذنك يا مدحت. اللي لفت انتباهي في الهدف وكنت متاكد ان الزمالك ان شاء الله هيجيب جول، وتكمله لكلام الكابتن جمال، ان ناطن سامسون رغم ان هو قصير القامه بس شوفوا التيك اوف بتاع سامسون لغايه فين. ناطت يوسف اسامه نبيه وبيحاول وهو الاحرز الهدف. لو عدت يوسف اسامه كانت هتلاقي عمر جابر ناطت في نفس التوقيت. يعني في كادر هيجيب لك الثلاثه، هيبص عدت سامسون وجات ليوسف، وفي نفس التوقيت في كادر تاني هتلاقي الثلاثه في نفس التوقيت طالعين التيك اوف اعلى من لعيب البنك الاهلي. يعني لعيب البنك الاهلي تقريبا كلهم خط الدفاع، رغم ان مفيش رقابه تقريبا على ولا واحد من الثلاثه، يمكن سامسون في وسط اثنين، لكن عمر عامل تيك اوف عالي جدا جدا، سامسون عامل تيك اوف عالي جدا جدا، يوسف اسامه طالع وحاطط ومركز وموجه راسه بمنتهى التركيز على الزاويه. اعتقد هو الكادر ده اللي هيبين الثلاثه، وبتتلعب العربيه انزيزو. بص الثلاثه اهو شايفين، ادي بص فوق سامسون ويوسف، وشوفوا حتى عمر جابر اللي ما راحتلوش الكوره كان مستعد حتى لو عدت من يوسف اسامه. اعتقادي الشخصي اهو الثلاثه، بصوا متابعه وقت اهو اهو، ده اوضح واحده. ايوه بص الثلاثه فوق فين، بص الثلاثه فوق. بص ممكن اقول الجول ده زي جول الجزائر اللي رحنا بيه كاس عالم، لو مدحت عندك الجول ده بالظبط. حسام حسن، حسام حسن كنت انا، حسام احمد ربيع اللي ورايا كان احمد رمزي. لا لا انا حسام واحمد رمزي، او صح. احمد رمزي وحسام وانا، واللي رفع الكاس كاس بالملي. احنا كان في اصرار، فده في اصرار، الثلاثه طالعين في الكوره. يعني لو عدت سامسون، هي عدت سامسون بالفعل، لقت يوسف، لو كانت عدت يوسف كانت هتلاقي عمر جابر. اصرار من ثلاثي الزمالك على احراز الفوز، وده احد من وجهه نظري مميزات الزمالك في اللقاء. كيف شاهدت لقاء اليوم استاذ محمد من وجهه نظرك، او ايه اللي لفت انتباهك؟ شوف يا كابتن خالد، انا من قبل المباراه ما تبدا عارف ان الماتش رخم طبعا بلغه الكوره، يعني ماتش رخم قوي، وخاصه حلمي طولان مهما كان يا كابتن جمال لو استلم قبل الماتش بساعه. مخ كبير برضه، مدرب طبعًا. كبير طبعا وقدير لما سيبك بقى من الحاجات الخبراء اللي بيتكلموا، وعاده المدير الفني اللي بيمسك، وكابتن جمال اكيد يتفق معايا، بيبقى داخل بقى معنويات مرتفعه، داخل بمعنويات طبعًا. جديده، بيحاول يرفع من المعنويات حتى لو ما دخلش في الامور الفنيه، وبعدين بيلعب الزمالك، اي نتيجه ايجابيه هيعملها مع الزمالك دي بترفع من اسمه طبعًا. هو
طبعا. فانا كنت بتفرج على الماتش مع حد زملكاوي بتفائل بيه جدا جدا جدا، وقلت له يوسف هيجيب جول في اول تغييره للزمالك. فانا بس عجبني قوي روح الجمهور، لما بنقول ان ده اعظم جمهور في الكون يا خالد مش من فراغ. الجمهور على متحمس لا لا لا. بطريقه غير عاديه. انا شفته في ماتش بيراميدز وشفته النهارده حاجه فوق الوصف. ده النهارده كمان يا خالد انت فوق الوصف، ضيع منك نقطتين. لا وكنت لسه اقول لك بيراميدز انت جبت جول في اللحظات والدقائق الاولى، فانت اوريدي متقدم. ان انت النهارده لغايه الدقيقه السادسه من الوقت الضايع انت خلاص ممكن نقطتين. خلاص ضاع منك طبعا. النقطتين صح. ومع ذلك الجمهور لم يتوقف لحظه واحده. صح. الحاجه الثانيه الروح اللي اللعيبه لعبت بيها، اولا مش عايزين نهضم حق شيكابالا طبعا. لا لا شيكابالا ويوسف غيروا من شكل المباراه. لسه هنتكلم على شيكابالا، هنتكلم على لا ما انا بتكلم، ما انا عارف، انا بقول لك انا بتكلم في خطوط عريضه، بقول لك على انطباعاتي. شيكابالا لازم ياخد حقه لانه قلب المباراه راسا على عقب، برضو الكابتن كابتن والكبير طبعًا. كبير يا خالد واخد بالك. انا ما انا قلت يوسف هيجيب الجون لحد اللي قاعد معايا الزملكاوي بتفائل بيه ده. ف انا مخليه معاك بقى حافظ عليه. ما انا قلت له خليك ده، خليك كل ماتشات الدوري والكاس ان شاء الله، خاصه بعد النهارده التفاؤل ان نفس الاسبوع نفس النقاط نقطتين نفس النتيجه تفوز انت، يعني الامور ماشيه الحمد لله ان شاء الله. بالظبط كده. انا عايز بس اقول ان اللعيبه في اخر المباراه انا اعتقد هم استلهموا روح مرتضى منصور. ايوه انت عارف انا بقيت ايه اقول، انا لو لعيب كوره وعارف بعد المباراه المستشار هيبقى زعلان قد ايه مني، ده انا هموت نفسي في الملعب. ده اللي كان مطمني. ايوه هم يعني استحضروا روح مرتضى منصور القتاليه في الربع ساعه او العشر دقائق الاخيره، ولعبوا الحقيقه زي ما جمال شرح، لو بنلعب ده من اول الدوري لاخر الدوري الماتشات كلها تخلص 4 و5 و6. فالحمد لله رب العالمين. انا بشكر جمهور الزمالك جدا جدا جدا، وخاصة ده في دكتورة ميادة في انجلترا كانت بتتابع المباراة على الماسنجر يا خالد، عمالة تبعت قلقانة جدا. تخيل جمهورنا ده والله العظيم هذا الجمهور يعني يستحق الاوسكار يا طبعا خالد. طبعا طبعا. استاذ علي النهارده ايه اللي لفت انتباهك وايه اللي دونته في ملاحظاتك وانت بتشاهد هذا اللقاء؟ شوف هو يعني انا هبتدي من حيث انتهى الاستاذ محمد، اللي هي استلهام روح النصر من الإدارة ومن الجهاز الفني. أنا الأول مرة في حياتي أنا شخصيا بتفرج على مباراة، صحيح الوقت بيمر لكن عارف إن هيجي جول، لدي الإحساس من الجمهور كمان وهو في المدرجات قاعد بيشجع، عنده اليقين بيقاتل في التسجيل، عنده لا عنده اليقين إنه هيكسب وإننا هنجيب جول. أنا بس الحقيقة بقف عند جزئيتين لاحظتهم النهاردة. دايما إحنا بنتفوق في الشوط الثاني، ده من وجهة نظري طبعا، يعني بيبقى له مغزى ان فيريرا بيعدل من اخطائه. يعني حضرتك لو خدت بالك هتلاقي في فرق كبير قوي بين الشوط الاول وفرق كبير قوي بين الشوط الثاني، ان الشوط الاولاني في اخطاء اتعدلت بالتغييرات بتوظيف المراكز. الحاجة الثانية كمان ايه مغزى ان انت بتكسب دايما متأخر، لان ده معناه ان عندك لياقة بدنية عالية، ودي يمكن يحسها كابتن جمال بحكم ان هو يعني جوه الملعب. طبعا اللعيب لما يبقى عنده القدره على انه يكسب لياقه بدنيه، انت كان بيبقى كتير جدا عندك اسماء كبيره لكن مش قادره، بيجي في الاخر خالص ويشعر بانه يعني كده. هو عجبني ايضا فريرا ان هو بيوضح للناس، قال في المؤتمر الصحفي بعد ما خلص قال جمله مهمه جدا، قال لك ان انا عندي مشكله في ان لسه لعيبه جداد في انسجام، الانسجام بياخد وقت. قال لك ان انا ببني فريق وفي نفس الوقت بنافس، ودي من اصعب ما يمكن. ده برضو بارقه امل مهمه جدا لازم الجمهور يستوعبها طبعا، ان انا اللي جاي هيبقى افضل. يعني انا بعلى، انا بعلى، مش ايه يعني، معنى ان انا امر في هذه الفتره باقل خسائر ممكنه، انا شايف انه ده في حد ذاته مكسب وانجاز. وانا بتفق مع حضرتك، لان كنت هقف عند تصريحات فيريرا، ويا ريت تجهزوا لنا تصريحات فيريرا او المؤتمر الصحفي لفيريرا بعد اللقاء النهارده، لان قال على العديد من التصريحات ابرزها اللي قاله الاستاذ علي. قال لك احنا بنبني فريق جديد وفي نفس التوقيت بتنافس على احتفاظك باللقب للموسم الثالث على التوالي، وان احنا بنحتاج لكل اللاعبين
في المرحله القادمه هو الراجل لسه مجرب او لسه ما وصلتش للمستوى اللي انا عايزه على حسب تعبير فريرا. يا ريت لو جبت لنا المؤتمر يبقى شيء كويس جدا. استاذ منتصر، ايه اللي لفت انتباهك النهارده في الماتش وايه اللي عجبك في لقاء النهارده الزمالك والبنك الاهلي؟ طبعا سعيد جدا ان الزمالك الحمد لله يعني في الوقت القاتل قدر ياخد الثلاث نقاط، مكسب مهم بعد انتصارين رائعين على طلائع الجيش برباعيه وعلى بيراميدز، انك تكمل مسيره الانتصارات دي بعد تعادلين كان قدام المصري وانبي، بالتاكيد انه كان لازم انك انت تكسب النهارده. صحيح المباراه فيها كان دوافع كتيره جدا، الكابتن حلمي طولان جاي جهاز جديد، دايما الكابتن حلمي طولان بيغل بلغه الكره قدام نادي الزمالك. ايضا النهارده لعب ان هو بيلعب لعيبه اساسا يعني كانت في نادي الزمالك وخرجت من نادي الزمالك، البعض يعني بارادته زي محمد ابو جبل ان هو اختار انه يلعب لنادي النصر قبل ما النصر يفسخ عقده وحب يرجع، فالاداره ارثت مبادئ انه يعني خلاص ما فيش رجوع طالما انت قررت التوقيع بدون اذن النادي. كان النهارده ايضا لو شفنا في القائمه كان في اسامه ابراهيم احد لاعبي نادي الزمالك، شفنا اسلام جابر، شفنا كريم بامبو، ناصر منسي من اللعيبه المميزه كان معروض بشده على نادي الزمالك، نزل احمد توفيق. فالنهارده الكابتن حلمي طولان وطبعا مدير الكره الكابتن كريم شحاته كان عندهم دوافع كبيره جدا، بخلاف انهم بيحاولوا يكسبوا لفريقهم دائما بيبقى من جواك عايز تثبت للكيان اللي انت كنت منتمي له انك لا ان انا موجود اهو انا اهو. بس انا اتمنى يعني انا يعني رساله عتاب ما بشوفش الكلام ده في ماتشات النادي الاهلي او في ماتشات ثانيه، يعني اتمنى انه الغل الكروي المحمود ده وانك تلعب على المكسب يبقى موجود قدام النادي الاهلي وفي كل الماتشات، يعني حتى الناس زعلانه جدا يعني، فبقول لهم ما تزعلوش ان شاء الله تعوضوا في ماتش النادي الاهلي، بس ريت ما بنلقاش الابتسامه عريضه والناس بتضحك وتسلم وتبص وتحضن وقدام نادي الزمالك الناس مكشره، مع انه الزمالك زي ما حضراتكم تفضلتوا وانتوا كسب بعرقه وبمجهود ولا بمساعده فار النهارده بيتم استدعاءه ويحسب ركلات جزاء ولا بمساعده فار النهارده بيتسبب في طرد لاعب. الحمد لله كان البنك الاهلي مكتمل الصفوف لنهايه المباراه. ما عجبنيش محمد ابو جبل في تصرفاته، في فرق انك تلعب ونادي الزمالك عمره ما بيقول للاعب انك تخاذل كابتن جمال عن اداء مهمتك مع ناديك وانتمائك لناديك، انما انك انت النهارده تتفنن في اضاعه الوقت لدرجه انك انت مثلا تحصل على انذار واللعيبه تيجي تقومك. انا بشوف انه نادي الزمالك خيره على ابو جبل، يعني ما يستحقش منه انه يحاول يعني التلاعب بالوقت بعيد عن الروح الرياضيه وبعيد عن الروح التنافسيه والحياديه، وان ابو جبل ما بيعمل ده ما عملش كده في نادي الزمالك اساسا، كان بيخوض منافسات قويه جدا سواء في دوري ابطال افريقيا او في، فده انا زعلان من ابو جبل لانه ابو جبل يعني كان من العناصر المميزه اثناء وجوده مع نادي الزمالك. بالتاكيد النهارده الصفقات الجديده كابتن خالد اهم حاجه لفتت نظر النهارده ان الحمد لله خاصه في الشوط الثاني كابتن جمال شفنا يعني سامسون بسم الله ما شاء الله، شفنا الزناري، شفنا دونجا رغم انه راجع من اصابه كبيره جدا يعني بخلاف انه بيلعب بسم الله ما شاء الله اداؤه الفني قوي جدا، انما كمان روحه وعشقه للزمالك وحاسه على الانتصارات زي ما الاستاذ محمد رجب برضو يمكن الكابتن جمال هيتكلم كان في النقطه دي، شيكابالا ودوره النهارده في زياده حماس الجماهير اللي كانت بتقدم مردود قوي يا صاحبه الفضل الاول النهارده في انه اللعيبه تفضل واقفه على رجليها لاخر لحظه وانها تحرز هدف في وقت قاتل يمنح نادي الزمالك ثلاث نقاط. بالتاكيد انه نادي الزمالك كان في شهر ديسمبر عنده مباريات قويه جدا، الحمد لله يعني ماشي بخط مستقيم، هو تقريبا كان تعادل في 1 ديسمبر بعد كده ثلاث انتصارات، عندنا حرس الحدود جاي والمقاولين لنهايه الشهر ثم الاسماعيلي اعتقد واسوان والاتحاد، مباريات مهمه جدا، اتمنى ان احنا نكسب ان شاء الله ونبقى مقبلين على بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله واحنا يعني منتزعين كل النقاط ان شاء الله. ويعني مش عارف لو قلتوا لنا المؤتمر يا جماعه تصريح فيريرا كابتن جمال قبل ما نروح للامور الفنيه، يمكن فيريرا قال في المؤتمر الصحفي بعد نهايه اللقاء بنعيد بناء الفريق، نحتاج لكل اللاعبين في المرحله القادمه، وان مباراه البنك الاهلي كانت صعبه جدا مثل لقاء بيراميدز السابق، وانه موضح انه لم يصل للمرحله التي يريدها، نحن نعيد بناء الفريق وهذا امر صعب ان يحدث مع المنافسه على اللقب، افتقدنا العديد من اللاعبين في بعض الأوقات، كما أن الصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها تدخل تدريجيا في
المباريات، وشدد فريرنا الصفقات الجديده تحتاج لوقت كي تتاقلم على طريقه اللعب، كما استعاد الزمالك خدمات بعض المصابين والفريق لم يصل الى مستواه الجيد حتى الان، ما كانش بيبدا بيه من البدايه، ففي قناعات لكل مدير فني ببعض اللاعبين، صح؟ آه طبعا. يعني بص، هو الناس بتطالب ان يوسف مارادونا ينزل في الشوط، معلش يوسف مارادونا لغايه بس ما يجيب لي كام جول كده اهو الهدف اهو. اه ده بتاع الجزائر ودانا كاس عالم. هتروح للكاس ناحيه الشمال؟ للكاس. ايوه انا فاكرها. بص بقى، نفس الثمانيه بس في ثلاثه ناخد سته. بص الاول انا قصدي احمد رمزي، ماشي يا مدحت الكاس بيرفع رمزي، وبعدين حسام وانا اللي ورا 14 اهو. اه وابراهيم كمان اهو ورا، صح؟ وابراهيم ورا له عمر جابر. يعني حسام حسن قام بدور يوسف اسامه نبي. واحمد رمزي قام بدور سامسون، وانا قمت بدور عمر جابر. صح، يعني ما هدف بالظبط تقريبا. بالظبط ده ودانا كاس عالم الهدف ده في الجزائر. وكاس برضه كان نجم من النجوم الكبار يا كابتن. مين؟ كاس. طبعا كل بص النجوم دولت. خلينا بقى ايه نتكلم في الحته ديت يا خالد. مهم، احنا لو عندنا الماتش كله، فلو تقدر تحضر لي الدقيقه 34 واسمي يعقوب، ده جاي يعمل كورنر، جاي من الباك ليفت ظهير الايسر اخر الدنيا، جاي على مهله وماشي وناس، والحكم عماله مساعد الحكم يقول له اجري، مش قادر، لعب الكورنر ضاع، رجع سبرنت. ففي حاجتين وانا قاعد اتفرج، وهو جاي انا عايز اضيع وقت عشان انا بلاعب البطل. عايز اقول لجمهور الزمالك البطل، كل الانديه بتلعب البطل، البطل اللي هو ولا تاني ولا وصيف ولا تالت، وبيشترك في كل البطولات. ده البطل، دوري وكاس. فاي فرقه هتلعب البطل هتعمل نفس الحكايه. فجاي على مهله قوي، خد له بتاع دقيقه الا ربع، وهو رايح خد 10 ثواني، طار عشان ايه؟ مش عايز البطل يكسبني. انا برضو لو تعادلت مع البطل هيدوني مكافئات. تعادلت مع البطل، مين البطل؟ اللي هو نادي الزمالك. اما اتعادل مع البطل اكيد هيدوني مكافئات، فاجي على مهلي عشان اضيع وقت وارجع سبرنت عشان ما يجيبش فيها جوال، علشان ما ايه البطل ما يكسبنيش، عشان ابقى اخد مكافئات كويسه، لان لو تعادلت مع اي فرقه ثانيه مش مشكله، انما ده بطل الدوري والكاس. فدي 34 يا ريت جمهور الزمالك لو عنده الماتش يرجع لدي 34 يشوف اللقطه دي. نيجي بقى، الحمد لله ان فيريرا اتكلم على حاجه مهمه جدا، وهي عوده الاصابات. احنا لعبنا اول 3 4 ماتشات، استاذ محمد، استاذ علي، استاذ خالد، استاذ منتصر، ب 12 لعيب مصابين، 11 واحد بيلعب في كاس عالم اللي هو يوسف سيف الجزيري. الحمد لله رب العالمين، النهارده رجع فتوح، ورجع عبد الغني، محمد عبد الغني، ورجع شيكابالا، ورجع دونجا، ورجع سامسون، ورجع عمر جابر، وعوده سيف جزيري. فرجع معاه 8 أو 6 من اللي هم يقدروا يغيروا اي مباراه، اي نتيجه من ال 12 المصابين. فاحنا لازم نعذر الماتشين التعادل دولت، ان الجدول حطينا مع فرقتين، مع 5 6 فرق اقوياء، فكويس ان احنا خسرنا 4 بونت بس من الست ماتشات اللي احنا لعبناهم، وعندنا 12 اصابه. فما دولت رجعوا، بدا الزمالك يكسب 4، وبدا الزمالك يكسب 1، واحسن فرقه في البطوله اللي هي بيراميدز بيكسب 1-0، والنهارده بيكسب وبياخد 3 بونت في اخر دقيقه، في لياقه كويسه، في زي ما الاستاذ علي قال، في اصرار على المكسب زي الاستاذ محمد ما قال. نيجي بقى على تغيير عمرو السيسي. النهارده عمرو السيسي احسن لاعب في المباراه النهارده، ولكن مستر فيريرا قال لك انذار واحد تاني لعمرو السيسي، هنلعب 10 واحنا متعادلين 0-0. انت ممكن وانت كسبان تلعب 10 تعرف تدافع كويس، انما لو انت متعادل وعايز تكسب او مغلوب وعايز تكسب ما تعرفش تلعب 10. ليه؟ لانك انت ال10 دولت بيدافعوا كويس قوي، بس الهجوم بيبقى قليل سنه شويه. يا تلعب بقى تعتمد على الكره الثابته، يا تلعب كره مرتده كده طايشه، مش مشكله. فهو قال لك انا عايز العب 11، فطلع عمرو السيسي النهارده عشان يحافظ على ال11، ونزل دونجا، ودونجا كان هايل النهارده هو وسامسون. شيكابالا بقى، شيكابالا يا جماعه بيلعب دلوقتي مش كوره، بيعزف. شيكابالا يعني بيعزف بالنسبه للكوره اللي هي في رجله دي عباره عن مقطوعه مش بقول لك بيعزف موسيقيه بعزف جميل بيخلينا احنا بنقول للفرقه كلها باصوا لشيكابالا. وانا مش عايز برضو شيكابالا يلعب يبتدي من اول مباراه، انا عايز شيكابالا يلعب الشوط الثاني او اخر ثلث ساعه واخر نص ساعه. انما حته بقى مين يلعب وده يبتدي اسامه نبيه يلعب او ما يلعبش، انا عايز اقول حاجه يا خالد. الراجل هو في الملعب عارف مين
اللي هيديله 90 دقيقه ومين اللي هيديله 45 دقيقه ومين اللي هيديله اخر ثلث ساعه. فانا ما اقدرش اتدخل معاه في التشكيل لان هو ادرى مني في الحكايه دي. حته الشوط الثاني دايما في الماتشات اللي هو بيعملها هو بتصوره ان الاول تيم دوت هيكسب، فبيلاقي فيه بعض الثغرات ان دي انا غلطت في الحته دي، ودي ميزه. مره طلع كسب النادي الاهلي وقال ايه؟ انا غلطت في التغيير. صح. فعنده الحته بتاعت الصراحه، فده اللي مكسبان. عمره ما طلع خسر وقال ايه؟ اصل الكوره مهويه مثلا، عمره ما قال كده. عمره ما قال ايه؟ الساعه البيولوجيه. او مثلا ايه؟ احنا لعبنا بالليل وكان المفروض اللعيبه تلعب الظهر، فالساعه البيولوجيه ما كانتش كويسه للعيبه، عمره ما قال كده. دايما يقول انا غلطان، دايما يقول انا صلحت، دايما يقول. فانت لما بتيجي تغلط وتصلح غلطك يا خالد بتلاقي الموضوع عندك سهل جدا جدا. النهارده مصطفى شلبي جاب جول وهيبتدي ينطلق، خرج. مصطفى شلبي النهارده مش موجود. الجزيري جاي احسن مهاجم. ايه تقريبا مصطفى كان عنده حاجه. ما انا بقول لك يعني قصدي اقول لك ان خرج، عايز اقول لك ان ما حسيناش بقى ان مين خرج ومين جمع، ان هو رقم واحد. سامسون اسمه ايه دوت الجزيري جاي من كاس العالم، ورغم ذلك كنا محتاجينه الماتش اللي فات قوي بتاع بيراميدز. ما يلعبش. ففرير عارف لعيبته عامله ازاي ومين يديني ومين ما يدينيش النهارده. وكمان عندي ماتشين، ماتش 45 دقيقه وماتش 45 دقيقه. فال 45 دقيقه ما نجحتش، يعني هي نجحت في بيراميدز الشوط الاول وحافظنا عليها الشوط الثاني. ما نجحتش النهارده في الشوط الاول، راح مغيرها في الشوط الثاني وابتدينا نكسب. عشان كده زي ما الاستاذ علي قال ان احنا ده من الشوط الثاني هو دايما بيصلح وهو قاعد. يعني انا شفت النهارده، بلاش النهارده، بشوف مدربين بيفضلوا يكتبوا ويتكلموا وهو مش شايف الماتش. لو تلاحظ فيريرا طول ما يعرف كل سنتي في المباراه بيشوفها، ما بيكتبش ولا بيقول ولا بيكلم البدلاء ولا بيلتفت للحكم، هو مركز. عشان كده دايما الشوط الثاني تلاقي التغييرات كلها ناجحه، معظمها ناجحه. يعني بيبقى الزمالك بيفرق جدا جدا الشوط الثاني. عشان كده حته يلعب وما يلعبش دي بتاعت مستر فيريرا، ان يوسف يلعب او يبتدي او ينزل. هو كده كده لعيب كويس، واي حته هيلعب فيها واي وقت هيلعب فيه ان شاء الله هيكون مكسبنا. وهو قال ده يمكن في المؤتمر الصحفي كابتن جمال، وانا يعني قلت تقريبا نقطتين منه وكمل. هو قال اللي انت تقريبا قلته، قال لك ان النهارده المنافس كان في بعض فترات المباراه كان افضل مني كان كفريق، وقال ان ده اللي زود من صعوبه اللقاء، وان فريق البنك الاهلي فريق جيد جدا ومنظم جدا، وقال وده اللي تسبب في زياده صعوبه اللقاء هو الفوز الذي تحقق. واوضح فريرا ان يوسف حسن على فكره هو من وجهه نظره لاعب جيد جدا وسيكون له دور كبير في المستقبل. عايز تقول حاجه على يوسف؟ لا، عايز اقول على فريرا. ما هو ما احنا ما لسه انا هاخد نفس الكلام اللي انا بقوله، ان هو بيعترف تقريبا يعني. وقال لك ان يوسف اسامه هو اللي سجل هدف الفوز، وهو لاعب من الشباب الذين كانوا في الفريق في الموسم الماضي. من الفتره القادمه ده بقى اللي حضرتك بتقوله ستشهد ضغط كبير جدا من مباريات في وقت قليل. انا بس جيمي عارف انا بحبك قد ايه طبعا، بس انا مختلف شويه ان احنا مش عايزين نتخن ودن الولد. الولد لسه صغير ولعيب وهيجي منه، فما نقعد نقول مارادونا 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 هناخد منه ايه يعني بعد اربع خمس سنين؟ ما هو مارادونا دلوقتي. طب بعد اربع خمس سنين هيبقى ايه؟ يبقى جمال عبد الحميد بقى. هو النهارده جمال عبد الحميد. يعني انت مكسوف تقول الجون اللي جابه بدماغه ده مركز جمال عبد الحميد. الجون بتاع النهارده الجميل ده صح، هي اجوانك انت صح. ما انا ما اقدرش اقول كده، انت اللي تقول. انا ما اقدرش لا لا انا قاعد مستني برضه محتاج يشتغل على نفسه كتير جدا جدا. ايوه الكابتن جمال عبد الحميد بالظبط كده صح. احنا عايزين نحافظ طبعا في البدايه. هو لاعب دور الكابتن اسامه نبيل، هو لعيب واعد ولاعيب جميل. وانا هو كان راس حربه برضه مميز طبعا. انا كنت مش عارف، كان عندي احساس ان هو اللي هيسجل الهدف، بس عايزينه نحافظ عليه صح. عايزين نحافظ عليه صح. هو هيدينا لسه وهيدينا. طب ما اسامه، ما انا عشت اسامه فتره اسامه والده اسامه نبيل طبعا. اسامه ياما عمل برضه، واخد بالك؟ كان مدافع الاول كابتن. نعم كان مدافع. كان مدافع واخد بالك؟ طلعوه قدام خد هداف الدوري. يا بيه ده احنا ده انا من زمان احمد رفعت كان مدافع. انا حضرت بقى وانا صغير تروح الماتشات اتفرج في الملعب صحيح. واخد بالك؟ كان مدافع وبعدين بقى وينج يمين وكده. فعايز اقول ان اولا فيريرا مش عايزين بقى ايه جمهور الزمالك يقسو عليه بعد كده. هو اللي بيتحمل المسؤوليه يا جماعه صح. يعني هو في الاول وفي الاخر اللي بيشيل الليله
واخد بالك؟ طبعا هيلاعب فلان ما لاعبش فلان، يعني انا انا كمحمد رجب كجمهور النهارده بقيت بعد مستغرب هو سيد نيمار قاعد بره ليه؟ وهتجنن واخد بالك؟ بس انا حاجه وفريرة حاجه النهارده. أيوة كمان انا حاجه وفريرة حاجه. النهارده لعب سيف الجزيري كمان ناحيه الشمال وخلى يوسف حسن راس حربه، اما برضه دي حاجه كانت تقلق يا خالد في الشوط الاول يعني واخد بالك؟ انت قناعاته انت مودي سيف هناك ليه؟ هو قاري المباراه وقاري ال 90 دقيقه وعارف هيعمل ايه الشوط الثاني والربع ساعه الاخيره والنص. احنا كجمهور بنبقى يعني حاجه تانية خالص. فهو فيريرا في اختلاف على انه مدرب عالمي؟ لا طبعا. في اختلاف على انه كان واحد من 10 من احسن 10 مدربين في العالم؟ احنا مش هنمشي ورا العيال بتوع السوشيال ميديا بتوع اللجان اللي بتقعد تهاجم وتعمل. فيريرا مدرب عالمي. انا بس ليا ملحوظه النهارده ان الحكم لم يكن يحمي لاعيبه الزمالك يا خالد. لاعيبه الزمالك شبعت ضرب النهارده واخد بالك؟ وانا بحذر وبنبه وبنبه تاني التحكيم السنه دي واخد خط معين مع الزمالك وخط معين مع المنافس. انا بقول اهو من يعني من ماتشين ثلاثه فاتوا الوقت الضايع بيبقى كاشف قوي للقصه دي، وضربات الجزاء لما الحكم بيفشل خالص في ان الفرقه اللي قدامه تكسب بيدي ضربه جزاء واخد بالك؟ والواد علاء الالماني اللي قاعد في قطر اللي بيشجع المانيا ده والعجل الالماني، فكل حكم يجي كل حكم يجي يوم المباراه تحكيم فجر للزمالك وجايبين حكم ضد الاهلي، كل يوم الصبح يوم المباراه يا خالد تلاقي الولد ده طالع عامل فيديو بيخشوا عليه العجل برضه الالماني. ما هو كل واحد انا بقرا اسمه في التعليقات بتاعته بعتبره من العجل الالماني الشهير يعني واخد بالك؟ لانه بيحبوه فبيخشوا يعملوا ارهاب للتحكيم. احنا يا خالد كابتن جمال قال في كلامه الاولاني الخبره بيقولوا، احنا يا كابتن جمال لا عندنا خبره ولا عندنا تحكيم ولا عندنا منظومه رياضيه، بدليل احنا قاعدين بنتفرج على كاس العالم. احنا بنتفرج ولما بنروح كاس العالم مره واتنين بنروح نتفرج واخد بالك؟ فاحنا ما يعني وقلنا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كل حاجة حلوة اتعملت في مصر إلا الرياضة. المنظومة الرياضية عايزة نظرة من سيادة الرئيس، لازم يحصل تغيير. هنوصل كأس العالم إمتى يا خالد؟ ده احنا بنقول هنوصل إمتى والمغرب هتلعب بكرة ولا بعده تالت ورابع العالم يعني. وأنا بهنيهم طبعا ألف مليون تهنئة لشعب المغرب والملك المغرب وكل العرب وكل الافارقه. لا وهذا قضى على 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 مقوله شهيره بسمعها من وانا صغير والله يا استاذ محمد لغايه ما خلاص اهو. لا يا حبيبي انت لسه والله التمثيل المشرف. فاكر؟ خلاص ما فيش حاجه ما حدش يقول لي بقى بعد كده بعد منتخب المغرب هيلعب بكره ثالث ورابع وبعد ادائه من وجهه نظري احسن ماتش لعبه امام فرنسا اللي خسروا 2-0 ان رايح يلعب كاس عالم عشان تمثيل مشرف لافريقيا ولا لينا كعرب مرفوض تماما. لا احنا بخيبه يا خالد، ما كناش هنصارح نفسنا، لازم نقف قدام ما كناش يعني هنصارح نفسنا من دلوقتي طبعا ونعيد. بص ناس في حمامك القديم ما كناش هنصارح نفسنا احنا ولا حاجه. احنا بقول لك التحكيم عندنا له غرض والغرض مرض. الاتحاد الكوره والقرعه والحاجات اللي بتحصل كل ده موجه لنادي معين، انت مش باصص لمنتخب مصر. محدش قلبه على منتخب مصر يا سيادة الرئيس، محدش قلبه على منتخب مصر. لازم حضرتك تتدخل شخصيا. ومش عايز يا خالد انفعل اكتر من كده. لا ما تنفعلش، هنروح لفاصل ما تنفعلش من مرض وانت راجع من مرض، نروح لفاصل ونرجع مرة تانية مشاهدينا الكرام. حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نقاط مباراته أمام نظيره البنك الأهلي في لقاء الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد سيناريو درامي.
ونجح الزمالك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الثاني من تسجيل هدف الانتصار برأسية يوسف أسامة نبيه بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو وسلسلة من التمريرات المميزة التي بدأها القائد محمود شيكابالا. وجنى الزمالك 3 نقاط غالية وثمينة رفعت من رصيده إلى الرقم 17 محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري ومنافساً بقوة على القمة. وواصل الفارس الأبيض نغمة الانتصارات محققاً الفوز الثالث على التوالي في مشوار الدفاع عن درع الدوري الذي حققه في الموسمين الماضيين. زمالك الأوقات القاتلة والحاسمة كان حاضراً بأغلى وأجمل الأهداف عن طريق يوسف أسامة نبيه مرسخا مقولة لا يأس مع الزمالك ولا زمالك مع اليأس. ورث جينات الموهبة من الأب فظهر متألقا بالقميص الأبيض ساطعا كالشمس في سماء ميت عقبة حقا ابن الوز عوام. الحديث هنا عن يوسف أسامة نبيه الشاب الصاعد بسرعة الصاروخ والذي يثبت يوما بعد يوم على أحقيته في دخول التشكيلة الأساسية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك والتأكيد على موهبته الفذة وقدراته وإمكانياته الفائقة عالية الجودة. يوسف أسامة نبيه الجناح الهجومي للفارس الأبيض صاحب 20 عاما نجح في تسجيل هدف قاتل لمصلحة الزمالك في الثواني الأخيرة من عمر مباراة الفريق أمام البنك الأهلي والتي احتضنها ملعب القاهرة الدولي بالجولة 7 من عمر الدوري المصري الممتاز. وجنى الزمالك أغلى 3 نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب بهدف يوسف أسامة نبيه. يوسف تمكن في الجولة قبل الماضية من تسجيل هدف مارادوني في مباراة الزمالك وطلاع الجيش انتزع به الآهات من قلوب العاشقين وأكد خلاله على موهبته الفذة التي انحنى لها الجميع. وساهم يوسف أسامة نبيه في 7 أهداف بقميص الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول ونيله ثقة البرتغالي مانويل جسوالدو فيريرا في الموسم الماضي. يوسف أسامة نبيه يسير على نهج الوالد بل ربما يتوقع الخبراء والمحللين أن يتفوق عليه مستقبلاً مجسداً المثل الشعبي ابن الوز عوام في أبهى صورة. تقرير عن يوسف أسامة نبيه وطبعاً هدفه الغالي جداً جداً النهاردة هدف بمثابة 3 نقاط وتأكيد على توقعه وإحساسه العالي جداً بالمكان. أستاذ علي كنت حابب تعقب على كلام الكابتن جمال وعلى كلام فريرة في المؤتمر الصحفي على كلام الأستاذ محمد رجب فيما يخص لقاء النهاردة. شوف هو يعني في المجمل يعني عايز اتكلم بس بداية عايز اقول ان شيكابالا لو جاهز وما بيلعبش تبقى جريمة ضد الانسانية. يعني وصلنا للمرحلة انه شيكابالا يبقى حرام ان هو ما يلعبش. دي مسألة بتبقى في حقنا احنا مش في حق المشاهدين يعني له. عايز اقول انه التعامل النفسي مع يوسف أسامة يعني اختلف معك ممكن ولا لا؟ اتفضل. الاستاذ محمد اصلا شايفه عايز يقول حاجه والاستاذ منتصر عايز يقول حاجه. هو صح؟ كان مصاب مش كباله مش انا بقول لا لو هو بيقول لك لو سليم لا يعني ما كانش سليم وبعدين هو برضه لا انا بتكلم بوجع عام ان شيكابالا طالما ان هو سليم ينبغي ان يكون في الملعب حتى لو كان بديل في ال 18 يعني عايز تقول او في ال 20 لاعب موجود في ال 20 لاعب تمام. بس احنا اتفقنا على حاجه انه كابتن جمال انه دي رؤيه الجهاز الفني. فيريرا كلهم لعيبه مميزه حتى بما فيهم الاسطوره شيكابالا في الاوقات اللي بيدفع بيها المدير الفني هو صاحب القرار. كاس العالم ده يعني برضو بناخد منه يعني دروس طبعا شتان ما بين الفرق في المستوى الفني وما بكلمش في المستوى الفني عشان حدش يهاجمنا ويقول انتوا بتقارنوا دوري مصري بكاس لا خالص. بس انا باخد شويه دروس. اهو رونالدو احتياطي بس لا يعيبه يعني لا يعيب رونالدو طبعا. عايز اقول برضو انه اللي في المغرب دلوقتي ما كانش يعني ما اتوجدش من فتره بسيطه ده اتوجد من زمان قوي. وانا الحقيقه يعني زرت المغرب كتير جدا.
لقيت الناس بتحب قوي الملك محمد السادس قوي. آه. ليه؟ لان هم كمان حتى لما لم يوفقوا في تنظيم كاس العالم اللي هو 2010 كان هو مقدم يعني دولة المغرب كانت مقدمة ملف بتقول فيه ان انا هعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة. ماشي يا كابتن؟ اللي حصل ايه؟ انه لما لم توفق الملك المغرب اصر على انه كل اللي كان وعد بيه قدمه للشعب المغربي. فكانت النتيجة انه انت عندك نهضة كبيرة جدا على كل المستويات. عايز اتكلم برضو فيما يتعلق بالتفوق اللي فيه نادي الزمالك ده. تاني مباراة صعبة جدا نكسبها. ان المستشار مرتضى منصور لم يزعن لبتوع السوشيال ميديا لما تعادل الماتشين. قال انا كمشجع، انا كنت قاعد معاه الحقيقه، وقال انا كمشجع انا متضايق وانا زعلان. وقال معايا كده على التليفون. عمل ايه؟ على الهواء. عمل ايه بقى كابتن خالد؟ ان هو التقى بالرجل فورا وراح مجدد الثقه فيه وقال له انت موجود واحنا معاك وسندك وهنفضل معاك للاخر. دي في حد ذاتها برضو بتدي اكثر من رساله، بتريح الجمهور، بتريح اللعيبه انها بتتعامل معاه ان الراجل ده موجود معانا في كل الاحوال، يبقى لازم نشد حيلنا وكده. وايضا ان هو بياكد لفريرا انه اشتغل وكيفما يحلو لك، لاننا في الاخر خالص مش هنتعامل معاك بالقطعه. دي جزئيه من الجزئيات المهمه قوي. عايز اتكلم برضو عن التعامل النفسي مع اللعيب الصغير قوي، سواء كان في الزمالك او الاهلي. لما بيطلع بسرعه كده زي يوسف نبيه بيبقى يعني فجأة، معلش يعني، بتلاقي فيه فلوس، بتلاقي فيه شهرة، بتلاقي فيه حاجات. فاحنا يجب برضو ان احنا على الاقل كإدارة اننا نتعامل معاه بشكل فيه يعني عايز اقول ايه، توازن. توازن ونخلي بالنا منه، لانه كمان انا بشوف انه مهم قوي يبقى فيه الاخصائي النفسي مع فريق الكورة زي ما بيبقى موجود في كل فرق العالم. بيبقى فيه أخصائي نفسي، أخصائي نفسي ده بيفهمه. يمكن إحنا كنا بنتعامل مع اللعيب على أساس لو متدين أو مش متدين. لا، المسألة برضو لازم يبقى فيها شكل من أشكال التعامل العلمي مع اللعيب في هذه الظروف. أنا بتفق معاك تماما في هذه الجزئية، لأن كان زمان، وكابتن جمال يعني أتفق معايا في الرأي وحضراتكو، المدير الفني يقول لك نجيب لك محلل، يقول لك يعني انا ما احللش الاداء، لا انا بحلل الاداء وانا اللي بعمل. لغايه ما رحنا كلنا لحد متخصص اسمه محلل اداء. هذا لا يقال المدير الفني خالص، انما في حاجه اسمها محلل اداء، بيحلل لك اداء الفريق اللي انت هتلعبه، بيحلل لك اداء الفريق اللي انت لعبته، بيحلل لك اداء فريقك انت شخصيا. هذا لا يقلل من عمل المدير الفني ولا عبقريه المدير الفني ولا من خبره المدير الفني. أنا الأول إن احنا نتعامل زي ما الأستاذ علي، وأنا بأكد على كلامه، إن الطبيب النفسي ما عنصر أساسي من عناصر أخصائي نفسي. أو بلاش طبيب، أخصائي طبيب. إن قصة النفسية دي مهمة طبعا بلا شك، مع ضغوط الحياة الكبيرة جدا ومع دخولنا عالم الاحتراف بشكل كبير جدا. يعني بتفق مع حضرتك يا أستاذ علي، يعني مثلا حاجة من اللي عملها جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، إن هو قبل لقاء فرنسا عمل طيارة خاصة نقلت أمهات وزوجات وأبناء وبنات كل لعيب المنتخب والجهاز الفني. بناء ليه يا كابتن؟ عشان يرفع من معنوياته. الله. بناء ما احنا في كأس مصر ما خدنا الدوري، ما دخلناش، جينا نقول لولادنا بس يكونوا يتصوروا معانا. اتحاد الكورة، رئيس اتحاد الكورة رفض ورمى الكأس ورمى الدوري، قصدي الدرع، وقال ما يخشوش ويبهدل الدنيا. لا، ده كل العالم. يعني ملك المغرب ودى لهم طياره خاصه، واحنا الاولاد جم على حسابهم استاد القاهره، وده عشان يصاروا مع اولادهم في الكاس الدوري. على طلب المدير الفني. ما ده الذكاء. وليه طلب المدير الفني؟ لان انا من وجهه نظري، وانا يمكن حضرت وليد الرجراجي لما كان ماسك مدرب الوداد، وراقبت اكثر من لقاء للوداد المغربي بالصدفه، لان وليد الرجراجي من على فكره من المدربين الرائعين جدا، وسيره ذاتيه رائعه جدا، وان هم يشيلوا المدير الفني قبل البطوله، هو خليلو فيتش اللي هو يعني كان مثار جدل كبير جدا في المغرب، ويجيب وليد الرجراجي، وتاكيدا لكلامك يا استاذ علي، كان يعني فوزي رجع اللي هو الرئيس الاتحاد المغربي، وفي نفس الوقت هو وزير الخزانه على فكره الماليه،
في دولة المغرب الشقيقة، وده اللي مسهل كتير جدا جدا في استعدادات المغرب في بنية تحتية، واستعدادات المغرب حتى في المشاريع التكوين زي ما هم مسمينها في المغرب، اسمهم مشروعات التكوين المنتخبات اللي هناك، عمل مجهود كبير جدا وده يحسب له، وده نجاح ليه بلا شك. عايز تقول حاجة يا استاذ منتصر؟ انا عايز اكمل يعني على كلام الاستاذ علي. بالتاكيد انه وجود المستشار مرتضى منصور ودعمه الكبير جدا لفيريرا عامل اتزان نفسي للراجل وموفر له الاجواء والاريحيه ان هو يشتغل، حتى هو بيجرب بعض الخطط التكتيكيه في المباريات. بدون اقطع كلامك، المستشار مرتضى بيقوم ده بدور الاخصائي النفسي، لان انا حضرت لقاء او اثنين او ثلاثه مع اللاعبين، هو اللي يعني بيقوم بدور الاخصائي النفسي. ومش عايزين نغفل دور امير يا خالص. ده اكيد، بس ان انت حد يبقى جاي من بعيد، بمعنى امير بيتعامل معاهم شبه يوميا. في لقطه وهم خارجين من الشوط الاول لو خدت بالك، هم داخلين الشوط الثاني، اسف، وهم داخلين الشوط الثاني هتلاقي امير ماشي مع مين؟ مع اوباما. ايوه انا شفته. شفته اللقطه دي، انا حطيت تحتها 100 خط احمر. بلد. حتى في لقاءات المستشار مرتضى مع امير مع فريرة بيوجه للعيب لعيب، مالك يا امام؟ طب انت عندك مشكله؟ لا، في كل المواقف الصعبه، كابتن خالد كان المستشار مرتضى منصور حاضر بلقاءاته مع اللاعبين بدعمه ليهم، بانه بيشيل حمل تقيل قوي من عليهم. بالزبط. حتى في مباريات النادي الاهلي دائما، في اللي ربنا بيكرمنا في مباريات الكؤوس تحديدا، يعني مع المستشار مرتضى منصور يمكن ما كانش نادي الزمالك في فتره العشريه السوداء بيكسب النادي الاهلي اطلاقا في اي بطوله من البطولات. الغلبه في كل النهائيات اللي تواجد فيها، او معلمه عشان اكون دقيق، اللي تواجد فيها نادي الزمالك في كاس مصر في كاس السوبر سنتين، بتاخد من الغريم التقليدي النادي الاهلي مباشره بتكسبه في كاس مصر مع خالد جلال، مع مؤمن، مع فيريرا مرتين. بالتاكيد بتبقى في زياده في الحوافز والدوافع النفسيه للاعيبه. كمان قصه انه بيعرف يتعامل معاهم برصد مكافئات ومضاعفاتها، ده شغل نفسي طبعا. النادي الاهلي كان من اول الناس اللي لجأ، يا استاذ علي لو ما تخونش الذاكره، لقصه الاخصائي النفسي، وفشلت فشل ذريع. كان جاب اخصائي نفسي على ما اذكر كاس محمد فكري، فقال لك ده جايبين لنا دكتور يعالجنا هو، احنا مجانين. فاللاعب المصري عنده اشكاليه في القصه دي. من حسن الطالع فيما يتعلق بيوسف أسامة نبيه، وإن كنا احنا النهارده بعتاب المحب يعني مش عايزين، لأن احنا للأسف البعض يعني أو غالبيتنا كجمهور زمالك دائما بنثني ثناء شديد جدا من عشقنا لنادي الزمالك واللعيبة، بنفرح جدا بتألق أي نجم، وبنفرح جدا في الانتصارات، وبنتحدث كأن البطولة حسمت وكأننا عشان كسبنا البنك الأهلي النهارده في الوقت القاتل، بنفرح إنه مكسب 3 نقاط، إنما البطولة لسه طويلة، ومش معنى النادي الأهلي إنه خسر نقطتين إنه إحنا خلاص خدنا الدوري. صح. لسه المنافسة طويلة جدا. يوسف أسامة نبيه بعتب عليه كمان قلعة الفانيلا. أنا واثق جدا الكابتن أسامة نبيه الأخ والنجم الكبير ونجم منتخب مصر وكل النجوم في نادي الزمالك، لما بيقابل يوسف بيقولوا له كده، الولد من فرحته النهارده جايب بهدف مارادوني زي ما قال كابتن جمال عبد الحميد، هدف قاتل ب3 نقاط في ظل الغل الكروي الموجود من لعيبه البنك الاهلي والجهاز الفني والدكه ومدير الكوره والاعلام. فالنهارده خلع التيشيرت، انما احنا كقيمه كرويه لازم نقول له خلع التيشيرت دي، احنا محتاجينك لان دي بتديك انذار، ممكن نفقدك في ماتش مهم احنا محتاجينك فيه. فدي نقاط ايجابيه اكيد. الكابتن اسامه نبيه بيعمل اتزان نفسه، كمان يوسف شبعان، يعني يوسف ابوه اسامه نبيه النهارده بالفلوس مش هتغيره بالتاكيد يعني، او هو او اي من نجوم نادي الزمالك كلهم. عايز اخدك لحته كمان يا كابتن خالد، ان النهارده دعم المستشار مرتضى منصور لفيريرا انا شايف انه مديله اريحيه، حتى مديله اريحيه في البعض النقاط الخلافيه كابتن جمال بيختلف عليها، ان اداء نادي الزمالك كان بطيء جدا في الشوط الاول جدا، والوقت اتسرب مننا. صحيح الراجل بيعدل لان هو راجل وافتقدنا الفعاليه، بيعرف يقرا ماتش في مدير فريق، وكمان هو مش عارف المنافس هيلعب ازاي، فبيشوفه على ارض الواقع لما بيبدا المباراه سواء في الشوط الاول. فاحنا بناخد وقت في نقل الكوره النهارده بعض اللعيبه، ده مش عيب مدير فني، اللعيبه محتاجه السرعات اللي زادت مره واحده دي. الناس ركبت احصنه زي بقى على راي المستشار مرتضى منصور، قال لك التخين حاول له خس، واللي ما بينطش حاول له نط. الناس كلها عملت بالنصيحه دي كلها في الشوط الثاني النهارده، كله فتح الرابع، كله جري، كله نط، كله جاب الثلاثه مكملين على الكره زي ما حضرتك تفضلت وقلت. بالتاكيد دي كلها نقاط ايجابيه بتصب في مصلحه فيريرا وجهازه الفني، وجود اريحيه من قبل مجلس الاداره
والمستشار مرتضى منصور على راس مجلس الاداره بيدعم الجهاز الفني بيقول له انت مكمل. كمان الروح بقت حلوه جدا ما بين فيريرا والمستشار مرتضى منصور، هو بيرى انه ده اعظم رئيس نادي، ما حدش عارف يدور نادي الزمالك غيره، وهو دايما بيقول له انت رئيس جمهوريه كره القدم في مصر. ده مدي اريحيه للعمل في مناخ صحي. كمان المستشار مرتضى منصور بيتغلب على يعني أزمة الحجز على أرصدة النادي، وبيحاول بمجهودات شخصية، كلنا مش عارفين بيجيب الفلوس ازاي، أكيد أنت ممكن تبقى عارف تأمين الصندوق لما مش عارف بتقول هو عيل ليه؟ بل هو أبوظت ليه؟ كتر ما فبقول لك إنما بيقدر الحمد لله بيوفر المناخ للعيبة. الناس في وجود مرتضى منصور بتبقى عارفة إن فلوسها هتاخدها كلاعيبة، فعندهم أريحية. الصفقات زي ما قلنا كابتن خالد النهاردة الحمد لله الناس البعض المأجورين وبعض انتقد من حب انه الصفقات، انما الغالبيه اللي بتهاجم لسه احنا بنتكلم على 6-7 جولات والناس بتهاجم وتقطع في فلان. زكريا الورد كان ضحيه، اوباما لسه متاثر نفسيا بالموضوع، اخشى انه يبقى الدور على لعيبه تانية في نادي الزمالك. بنقول لهم رويدا جمهور نادي الزمالك الحبيب، يعني سيبوا اللعيبه، سيبوا الجهاز الفني، سيبوا الاداره تشتغل. التحكيم يا كابتن قصه كبيره جدا، التحكيم النهارده انت النهارده مش معنى انك بتكسب انك انت المنافس بتاعك يتم مساعدته عشان يكسب، ما النهارده لازم في حد يخسر وحد يتعثر يا استاذ رجب عشان انا اقدر اكمل مسيره النجاح يا كابتن جمال. صح. انما النهارده انا الاقي امين عمر يدي انذار، يجي الفار يجيبه ويقول له الحق ده ضربه جامد، عمر كمان عبد الواحد نجم الفريق وهدفه، فيدي له الكارت التاني في اول تلت ساعه يمشي. فالنهارده شابو لعيبه فيوتشر، رغم انه كابتن علي ماهر مع احترامي ليه برده كان فاتح الدنيا، يعني هو في النهايه بيلعب النادي الاهلي والنادي الاهلي كبير جدا، انت فاتح برده بتهاجم وكان ممكن تاخد جون وتقبل جون واثنين وثلاثه بعد حتى تعادلك معاه ب 10 لعيبه. انما النهارده سعد سمير بحاجه غير مبرره خالص، انا اعرف انه سعد يعني ولد مهذب، انما انك تشد سافيو في التوقيت ده والحكم ما يشوفهاش والفار يستدعيه، لو دي على لو فيوتشر اتعمل معاه كده ولا الزمالك لا كان فار هيستدعيه ولا قط هيجيبه يتكلم معاه. انما النهارده يا جماعه كلاتنبرج مره واثنين وثلاثه، اقسم بالله اقسم بالله الكلام ده من الحكام نفسهم ومسؤول اتحاد الكره عارفينه، كلاتنبرج بيقول لهم اسمحوا بالاحتكاك مع اي حد الا النادي الاهلي، ما بيقولش الا مع النادي الاهلي، انما بيعنف حكم لو في كره في احتكاك مع النادي الاهلي. يعني امين عمر ده ولا الفار لو ما حسبوش بتاعه سعد او ما تردوش ده كان ده يدق زي ما بيقولوا النهارده، كان اشتغل الزوم من قطر ولا من القناه الانجليزيه. هو انت ازاي زي ما عمل في الحكم بتاع الزمالك لما طردش زكريا الورد في ماتش سيراميك كليوباترا، انما اي لعبه للنادي الاهلي ده بيحلل العاب النادي الاهلي بس وبيتكلموا فيها كابتن خالد. هو انت ازاي ما تحسبش كده؟ هو انت ازاي وانا لا اقبل؟ بيقول له كده، لا اقبل انه هذا الخطا ما يتحسبش على النادي الاهلي. فالنهارده الحكام عندهم هاله هلع ورعب كبير جدا انه اي خطا حتى لو بسيط. وبعدين النهارده يا كابتن خالد انت بتقول بسمح بالاحتكاك، هو انت بتسمح الاحتكاك مع كل اللعيبه وبما فيهم لعيبه الزمالك والاحتكاك مع لعيبه النادي الاهلي صفر على طول؟ فانا البطوله بقول لك من دلوقتي موجهه من كلاتنبرج الاهلاوي بين قوسين للنادي الاهلي، لازم اتحاد الكره يعني يوفر الملايين دي اللي بتتصرف والدولارات ويجيب رئيس لجنه حكام مصري محترم. كابتن جمال عايز يكمل القصه دي يدير المنظومه، لان الموضوع كده بايخ وشكله يعني وحش جدا. بص يا خالد، موضوع كلاتنبرج ده موضوع فاشل والله. يعني دلوقتي شايف ان الحكام بقوا أسوأ من الاول. يعني الحكام هم معاهم عصام عبد الفتاح او جمال غندور او اي حد او سين او صاد. كابتن عصام عبد الفتاح كان هايل صراحة. سينا وصاد يعني كان الظلم مثلا يعني 70% حتى لو في اخطاء بس كل حاجه كان الظلم يعني 70%، دلوقتي الظلم 99.9% على كل الانديه الا النادي الاهلي. يعني انا ما شفتش ابدا واحد في الدنيا محكم بيدي 8 دقائق ويزود 10 ويجي ال 10 قبل كده، برده ما شفتش واحد ادى 14 دقيقه وقت ضايع. يعني انا عايز اسال سؤال، هو كلاتنبرج دوت كلاتنبرج هل هو دوت جاي يعدل الكوره ولا كل الضربات اللي زيزو بيضربها وامام عاشور مش فاولات؟ القانون بيقول فاول طالما في. طبعا انا اقول لكم هي كانت في الدقيقه كام انا مش فاكرها، انا دايما بكتب بس ما جبتهاش معايا. هي ضربه جزاء زيزو الكوره عاليه وهو بيجري الولد واقع فتكعبل فيه هاند بول على زيزو ازاي؟ ده عاقني، ده عاقني. يعني مثلا لو انا بجري واحد وطه واتكعبلت فيه ده فاول، فزيزو مش شايف الكوره بس، فالولد كان واقع فوطى فزيزو راح واقع عليه راح حاسبها على زيزو ازاي؟ طيب لو انا شايفه ودوست عليه ماشي، ده لو وقعته فوقيه يعني هو اللي عرقل لي، لا تبقى على زيزو.
يتدرب زيزو من ورا بالتاكلينج يبقى العب العب. هم اي لمسه اي لمسه. النهارده شايف انا عماد متعب في البتاع دوت في التحرير يقول له هات لي بتاعت عمرو السوليه، هات لي بتاعت عمرو السوليه، لا هاتوا لي بقى بتاع زيزو وبتاع امام عاشور. ما جيب بتاعت يا كابتن بعد كره اكرم توفيق اللي ضرب النيلو علي ماهر اتطرد بسببها واحتج عليه، ما شافهاش خالص، ما جابش اكرم توفيق ولا احنا الفار معاه. الفار وكلاتنبرج علينا على كل الانديه الا النادي الاهلي، وانا طبعا ما ينفعش. خليني بس يا خالد انا بس انا في كلام هقول لك بس قصه التطوير هو بيطور ايه؟ ما بيطورش ده يعني بقى لنا شهرين الدوري متوقف، المفروض يا كابتن جمال يجيب الناس الحكام يعلمهم ده التطوير، مش موجود. انا معاك بقى، ما فيش تطوير، هو موجه ان النادي الاهلي ما يخسرش الدوري ثلاث مرات، موجه كلاتنبرج خلاص بدليل. طلعوا لي المراقبين المرافقين لكل الحكام الاجانب اللي بيبقوا مع الحكام في مصر. برافو عليك صح. انا اتقال لي كلهم، كل اللي بيراقب كل اللي بيرافق الحكم شخص معين اهلاوي صرف. طبعا بيقول له البلد ممكن تولع لو الاهلي اتغلب، البلد ممكن يحصل فيها حاجه لو الاهلي اتغلب. فده ازاي انا كاتحاد كوره اسمها ايه محايد اجيب واحد اهلاوي يبقى ماشي مع اتحاد مع الحكام الاجانب اللي بيجوا مع كلاتنبرج يفضل معاه على طول، يفضلوا هم معاه على طول وما فيش حد زملكاوي؟ طب اعمل اثنين، واحد زملكاوي واحد اهلاوي، علشان ما هو في اهلاوي زملكاوي. لو انا قلت له خلي الزملكاوي اللي يمشي معاه يبقى انا كده بقى يا كابتن جمال، لا زملكاوي ولا اهلاوي، احنا عايزين مصر، احنا عايزين حكام، رئيس لجنه حكام طاهر السمعه. الراجل ده ماشي من السعوديه يا جماعه بفضيحه. ايوه ما هو انا لا ده اللي مجنني، ده فاشل يعني. أه انا اجيب واحد فاشل ومطرود من السعوديه اجيبه يبقى هو ماسك الكوره اخطر كوره في مصر، اهلي وزمالك على الوطن العربي كله. ما بيشتغلش ياخد 40,000 دولار يا جماعه. اقوى ناديين في الوطن العربي لازم يكون الموجود يكون حق، يكون على الاقل محايد او سمعته كويسه زي ما قال الاستاذ محمد رجب. طيب خليني بس عشان دولت الناس من الكويت بيتفرجوا علينا، الاستاذ هاني مجدي بيسلم عليكم طبعا وبيقول يعني الفكره بتاعت ان الاهلي ان الدوله او مش بلاش الدوله، اتحاد الكوره والرابطه والحكام ولجنه الحكام وكل الناس والاعلاميين موجهين لدوري النادي الاهلي. فبيقول الزملكاويه لو خسروا الدوري وان شاء الله مش هنخسر، بدليل النهارده اهو ضربه جزاء في الدقيقه كام وراحت وتعادلوا ب 10 لعيبه، ربنا كبير يا استاذ هاني ان شاء الله. في برضو الاستاذه امال دي من حي الاستاذ بلغتني رساله امبارح كنت معدي ووقفتني قالت لي قول للمستشار مرتضى منصور احنا معاك وهنفضل جنبك، ولو عايزنا نتبرع للنادي نتبرع علشان العمال والموظفين اذا كانوا هم اللي حاجزين على النادي ما عندهمش اي احساس بالموظفين والعمال هيصرفوا على بيتهم ازاي، احنا معاك يا سياده المستشار، بس اوعى تعمل اي حاجه تزعلنا في حته ان انت تتنازل للناس دي، للناس اللي حاجزه دي. فدي بتبلغ الاستاذه امال علي. في الاستاذ احمد رشاد من الغردقه برضو يعني بيقول الغردقه كلها مع المستشار مرتضى منصور في حته ان هو ازاي بيوفر برغم الحجز يوفر فلوس للناس الغلابه ديت اللي مش غلابه، الناس اللي بتصرف على بيوتها. في الاستاذ احمد عبد الله بقى وسيد محمد علي دولت من عين السيره من حتتي بسلموا عليكم حضراتكم كلكم. في الاستاذه شيماء حيدر من الهرم، وفي بقى الاستاذه سالي كمال دي اهلاويه تجمع بتقول النهارده الزمالك كسب 5 بونت وانا فرحانه لان في ظلم كبير جدا على الزمالك، فعلا باين قوي قوي ان الزمالك مظلوم. دولت الرسائل اللي جت. شوف رد فعل الجمهور بعد النهارده، بعد لقاء النهارده وفوز الزمالك المهم جدا على البنك الاهلي، ونرجع نكمل. عندي رسائل كتيره وعند الاستاذ منتصر استاذ محمد استاذ علي من انحاء الجمهوريه وحتى من خارج جمهوريه مصر العربيه اللي بيتابعونا في الزملكاوي، لكن تعالوا نشوف ملامح الفرحة الزملكاوية بعد نهاية لقاء النهاردة.
دي ملامح فرحة الجماهير الزملكاوية بعد نهاية اللقاء النهاردة، ويعني حاجات مختلفة جدا في برنامج زملكاوي. طبعا بنعرض لكل الزملكاوية وكل عشاق نادي الزمالك وكل عشاق الأبيض في كل الأنحاء سواء داخل جمهورية مصر العربية أو براها، ويعني تصريحات كتيرة جدا النهاردة غير فيريرا أنا حابب نقف عندها. أمير مرتضى منصور قال لك جمهور الزمالك هو اللاعب رقم واحد، يعني أكد أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك أن النهاردة في تصريحات ليه بعد المباراة قال لك نحترم فريق البنك الأهلي ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الزمالك، لكن الجمهور هو اللاعب رقم واحد والحضور الجماهيري في المباراة الأفريقية القادمة بالساعة الكاملة سيكون عاملا مهما جدا. احنا كمان ما اتكلمناش النهاردة عن زيزو. زيزو كان بسم الله ما شاء الله النهارده في المباراه مكوك، يعني في طول فترات المباراه الشوط الاول والشوط الثاني لعب جوكر بيأدب بشكل ثابت، اداؤه دائما يعني ثابت في جميع المباريات، بيلعب دور القائد الحقيقي في الملعب في غياب شيكابالا، متحرك بيجيد صناعه الاهداف، بيسجل زيزو فعلا يستحق على مدار الموسمين الماضيين انه افضل لاعب في مصر وهو هداف الدوري الموسم الماضي. بالتاكيد ان زيزو يعني من العناصر الهامه جدا داخل نادي الزمالك، وباثني مره واثنين وثلاثه على المستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور وعلى والده المحترم اللي رباه تربيه كويسه، الراجل اللي هو ما بيطمعش وكان سند لنادي الزمالك وعارف قيمه نادي الزمالك وفضل نادي الزمالك على زيزو وجماهيره ومجلس ادارته، انه يعني يتخلى عن الشرط الجزائي اللي كان في عهده في عهد اللجان السابقه واللي يسمح له بالرحيل دون الرجوع لنادي الزمالك، وانه يجدد لنادي الزمالك بشوفها من اقوى الصفقات اللي ابرمها مجلس الاداره مع ال 11 لعيب المحترم اللي تعاقد معاه بما فيهم زكريا الوردي الذي لم يحالفه التوفيق ورحل عن نادي الزمالك لضغوط نفسيه اعترف بها شقيقه، وايضا المستشار مرتضى منصور رغم بعض الابواق الاعلاميه التي تعمل لمصلحه المنافس التي دائما تحاول هدم نادي الزمالك وهم العدو الاول لنادي الزمالك. على فكره احنا نسينا بس نجم المباراه من وجهه نظري محمد عواد. طبعا يعني عواد لازم ياخد حقه صح كزملكاويه. لتاني مباراه يكون ده النهارده يعني ده بيعمل حاجات كده لازم تطلع في اخر دقيقه اتنين من لا والنهارده شايل واحده من كريم بامبو رد فعل مش ممكن يعني صح مع محمد عواد. طبعا امين سالم من كاليفورنيا بيقول تحياتي كابتن خالد الحمد لله على سلامتك ربنا يخليك يا استاذ امين. في البدايه بنشكر المستشار مرتضى منصور على ومجلس الاداره برغم الحجز على اموال النادي تم صرف مرتبات العاملين وكلنا امل في الله سبحانه وتعالى اولا ثم القضاء العادل ثانيا الشريف وجلسه النطق بالحكم هذا الاسبوع بفك الحجز والانتهاء من مسلسل ممدوح عباس ويعود نادي الزمالك كعادته ويتفرغ لكل البطولات دون ضغوط وعوامل خارجيه. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا. امين سالم كاليفورنيا. الدكتور حامد سعيد يمكن برضو بيبارك لنادي الزمالك ونناشد التحكيم بالعداله فقط واعطاء البطوله الفخريه للمنافس ونترك باقي الفرق تلعب لتحديد البطل الحقيقي. اي مباراه للمنافس لابد فيها من جدل ومشكلات بسبب التحيز التحكيمي للمنافس. حتى يعني يمكن في البحيرة الحاج سامي الباهي بيبارك لنادي الزمالك والتحيات لحضرتك ولكل الضيوف الكرام، ويعني فرحة كبيرة حتى على مستوى مجلس إدارة نادي الزمالك بلقاء اليوم السيادة اللواء علاء ناجي عضو مجلس الإدارة اللواء علاء ملك كل أعضاء مجلس الإدارة زملائنا الأعزاء. أستاذ محمد يعني اعتقادي الشخصي صرف رواتب الموظفين والعمال رغم الأزمات المتتالية والأزمة الطويلة بالحجز على أموال النادي اعتقادي الشخصي وتصريح المستشار مرتضى تقريبا امبارح أمس أو أول أمس إن إن شاء الله إن شاء الله خلال هذا الأسبوع هتنتهي مشكلات الزمالك المادية اعتقادي وتحصل انفراجة كبيرة إن شاء الله جدا جدا أنا أعلمها إن شاء الله بمثابة دفعة معنوية كبيرة لكل من ينتمي إلى نادي الزمالك. والله يا خالد لو تشوف فرحة العمال وهم في الخزنة يا خالد البسمة وهي على وجوههم رغم إن المبالغ يعني
بسيطه يعني، ده بياخد 3000 واللي بياخد 4000 واللي بياخد 2500 جنيه يعني حاجات، واحنا كلنا فاتحين بيوت وعارفين يعني مساله في منتهى الصعوبه. فلولا ان مرتضى منصور عنده احساس رجل بيجبر الخواطر دائما، واخد بالك بيتصرف ازاي ما تعرفش. انا يمكن عارف شويه ان هو بيقدر يتغلب على المشاكل الماديه بالذات بانه بيفكر خارج الصندوق دايما، واخد بالك. لكن الزمالك بيواجه حرب اشبه بحرب التتار يا خارج الصندوق وجوه الصندوق. ها؟ مع اعتبار امين الصندوق. ايوه لا 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 الصندوق وجوه الصندوق وامين الصندوق هو سايب الصندوق، صندوق وبره الصندوق وجوه الصندوق كل حاجه، وطرف الصندوق وحرف الصندوق والله يا كل خالد حاجة. والله يا خالد كنا في الجامعه كان بيخترع حاجات غريبه جدا يعني، في مثلا عمل اسره ثقافيه، عمل اسره مش عارف للرحلات، وكل ده خلي بالك مرتضى كان بيلخص السنه كلها في اربع خمس كشاكيل، ويجيب اربع خمس تقلام احمر وازرق واخضر وبتاع، وتبص تلاقيه منسق جدا وعامل المنهج كله في الاربع كشاكيل دول. وبعدين متفرغ بقى المنهج كله، المنهج كله بتاع السنه. انت ما تشوفوش بيبقى جايب شنطه قد كده فيها ورق قد كده، وانا مش ومركز كل ورقه في موضوع ايه وعناوين. بص ما شاء الله ولا قوه الا بالله، مش عايزين احسده. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني انا بقى عشان معاشره ال 50 سنه دول مرتضى عقليه خطيره جدا جدا جدا. وبعدين بقى عيل هايف طالع امبارح يقول لك ايه عبيط، وانت عارف نفسك يعني، طالع امبارح يقول لك ايه بفلوس زكريا الوردي، قعد حسب الفلوس بتاع زكريا الوردي قال لك 3 مليون مش عارف 300 ألف، ما كان يدفع بيهم المرتبات بدل ما عمال خاوتنا من يوم 6/12 ويقول العمال ما خدوش المرتبات. يا ابني يا عبيط، مرتبات العمال والموظفين بتعدي 8 مليون ده غير الاداريين وغير اللعيبه وغير في مصايف سودا. امين الصندوق قاعد اهو، انا عارف الارقام بس يعني مش واخد بالك الارقام بعيد خالص عليك. فانت يا ابني عبيط، انت اللي طالع امبارح انت مع الهبل التانيين الفرعين يتكلموا. انا والله يا خالد بندهش، ده مرتضى منصور يعني انتم مين؟ من انتم؟ من انتم؟ عايز الـ 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 الخلاصه زي بتقول الاربع كشاكيل. الخلاصه وحلو، قول تعال نروح نشوف التقرير. يلا احلى من اللي احنا بنقوله ده كله. يلا قول لي. طبعا موظف في خزنه نادي الزمالك، كنا موجودين معاكم الشهر اللي فات واللي قبليه، دايما موجودين في الخزنه بنصور صرف رواتب العمال. احيانا بتتاخر، احيانا بيحصل ان احنا الموظفين بيتاخروا شويه، لكن كل شهر في التزام من قبل طبعا مجلس الاداره الرئاسي المستشار مرتضى منصور لصرف رواتب العمال والحرص على ده. طبعا نشكر سياده المستشار. طبعا النادي بيمر بازمه ماليه جامده، نظرا للدعاوى المرفوعه ضد المستشار وضد النادي من قبل ممدوح عباس، وده في حد ذاته ضربه قاسيه جدا للعمال والموظفين، وبنناشد كل المسؤولين ان هم يتدخلوا لحل المهزله ديت. عشان كده بصراحه الناس تعبانه، الناس مخنوقه، الناس ماشيه فعلا فعلا والله بتكلم نفسها، والله بتكلم نفسها. احنا الوقت ده الشهر الثاني بدا علينا بسبب ممدوح عباس حجز على الفلوس، لكن المستشار كنا احنا يوم واحد بتيجي تقبضي على طول. احنا الوقت خلاص الشهر الجديد بدا علينا بسبب الحجز على الفلوس، فهم يسيبوه ويسيبوا المستشار يشتغل، لان هم جم قبل كده وما كناش بنقبض خالص اصلا. اصلا بقى مش بنقبضش يعني، تقعدي 3 اشهر وتاخدي لك 200 جنيه. يعني دلوقتي بنقبض شهر بشهر، هم دلوقتي مبهدلنا. والله احنا بصراحه ربنا احنا كنا يعني ايه يعني زدنا 1000 جنيه وكنا كل شهر يعني ايه بنقبض في ميعادنا يوم واحد، بس الازمه اللي حصلت اللي بتاعت البنوك اللي حصلت ديت يعني النادي ملوش ذنب فيها خالص. يعني احنا طول عمرنا بناخد مكافآت وبناخد زياده في المرتب، يعني زدنا مره 300 جنيه وزدنا مره 400 جنيه وزدنا 1000 جنيه لحد ما زدنا 1200 جنيه يعني مره واحده بس. فالحمد لله يعني وكتر خير مستشار مرتضى منصور يعني اللي احنا يعني جاب لنا القبض وتصرف في الفلوس والناس يعني الحمد لله قبضت اهي والدنيا ماشيه وزي الفل. وعليكم السلام. المستشار مرتبنا زاد، كنا مرتباتنا ميته الاول، دلوقتي مرتباتنا زادت 1000 جنيه مرتب مره واحده زاد، ودلوقتي احنا اول شهر ناخر لان الحجز هو اللي باظ الدنيا علينا. المشكله دي بتاع البنك ما كانش هيحصل اي حاجه خالص، عادي هنقبض بنقبض طوال يوم واحد، طوال كل شهر بنقبض يوم واحد، ورغم ان العدد كتير فعلا بس العدد زاد من بعد المستشار مرتضى منصور.
عدد زياد الموظفين بعد وجود المستشار كتير كتير وبقبضنا عادي وبنقبض مش ما بنقبضش بنقبض بس المشكله بتاع ممدوح عباس دي 200% يا استاذه يعني حضرتك برضو لو مش معانا احنا كنا عددنا يتعدى على الايد حضرتك احنا دلوقتي في كل مكان اللي كان فيه واحد فيه 20 واحد مش اي حد بيجي المستشار انا عاوز اشتغل بيشغله والدك عاوز يشتغل بيشغله واختك اخوك بيشغله بيتي على البطاله كمان والله اي حد يعني احنا كتير كلنا مع بعض الوقت الاول ما عددنا محدود وما كانوا بيشحططونا ده بجد مش حد قال لنا نقول كده ولا اي حاجه يعني والله احنا ما بنرتبش مع اي حد خلينا نكمل كلام احسن ايام احسن عصر عصر المستشار اشكر استاذ المستشار مرتضى منصور اشكرك استاذ الرئيس واشكرك او قطر خيرك قطر خيرك او استاذ الرئيس المسؤولين المفروض يسيبوك في حالك يسيبوك في حالك مش انت شايل كتاب حمل وفيش حد يقدر يشيل السيد مش مرتضى منصور من بعدك والله ما يسويش حاجه انا بشكر المستشار مرتضى منصور يعني تالت مره على التوالي برضو كان هو الراجل تعب معانا برضو واحنا كان بيوتنا كانت هتتخرب يعني انا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل في ممدوح عباس ان احنا عندنا جمعيات عندنا عيال بنصرف عليها عندنا دروس برضو يعني احنا برضو احنا بشر برضو هو المفروض برضو اللي هو زملكاوي صح يسيب اللي ما هو يسيب الفلوس اللي انت بتحب النادي يسيب الفلوس للنادي ان النادي في وقت الشده عايزين برضو كان الراجل برضو الله يكون في عونه عايز صفقات عايز يدعم الفريق برضو عايز يدعم برضو يعني يقول حزب الله بيدعم كل الناس الفريق وانتوا كلكم والله احنا بندعم العمال وبندعم كله يعني ربنا هو اللي بيجيب لنا حقنا بكل حاجه يعني دي ازمه ان شاء الله وربنا يحلها من عنده واحنا كلنا بصراحه ما حدش بيقول لنا احنا نقول حاجه احنا كل حاجه واضحه هو في الخزنه وفي نادي الزمالك ان باذنك يا رب دي ازمه وهتعدي وطبعا انا راجل داخل على 45 سنه بقى لي 30 سنه في نادي الزمالك مش بقول كده عشان اتصعب على اي حد مش في نادي الزمالك في مصر كلها يبحث عندي ماليش دخل دلوقتي ورايا ولا قدام اللي هو نادي الزمالك ماليش شغل ولا مشغله ورايا دلوقتي اللي هو نادي الزمالك هو مصدر رزقي هو نادي الزمالك ده يمكن ابلغ رد وساعات كتيره جدا الافعال هي اللي بتتحدث مش الاقوال عشان كده قلت لك ايه رايك يا استاذ محمد تعالى نروح نشوف الناس قالت ايه والموظفين قالوا ايه والعمال قالوا ايه لان ده بيبقى ابلغ رد من كلام كتير ممكن انت تشرحه او حضرتك تقوله او انا اقوله بيبقى الكلام من نابع من المصدر طبعا بيوصل اسهل طبعا وبعدين خلي بالك انك هم بداوا يصرفوا 14 في الشهر يا خالد الناس صبرة وعارفة ان في قائد للنادي هيتصرف دي مهمة جدا يعني في ناس بقى بتزمزق من يوم اتنين في الشهر وتلاتة في الشهر وتلاقي في قلق حصل طبعا طبعا انما كون الناس تبقى صبورة طبعا وانا كنت في النادي من اسبوع وحتى اللي كانوا بيبقوا قلقانين قوي عشان المرتب بتاعه يقول لك المستشار هيتصرف على اخر الاسبوع ده واخدين الكلام ثقة لان في مصداقية عند المستشار مرتضى اللي ده أول مرة كمان نعم؟ أول مرة اتأخر كده أول مرة فهو ده راجل ده بطل والله العظيم يا خالد أنا بقول لك دي حرب تتار يعني أنت تبص تلاقي يعني هو يلاحق على اللجان اللي شغالة ولا اللودة على فكرة الكابتن اللودة رئيس النادي تاني هتلاقيه عامل برضو مؤتمر مع السوشيال ميديا واخد بالك لو عملتها بقى هتبقى يعني ايه الكابتن قلودة التاريخي ان شاء الله يعني مع السوشيال ميديا ما هو عشان ده بيقلب مرتضى بكل حاجه ما النهارده عشان المستشار هو خلص تقريبا المؤتمر من فتره وجانا جزء منه بنمنتجه وهنشوفه بينزل يقابل اللعيبه بينزل يقابل اللعيبه هم بيقعدوا مع اللجان بس ما بيزعوش الحاجات دي هم بيقعدوا مع اللجان اللي بتشتم واللي بتهدم في الانديه المنافسه هم ما بيزعوش الحاجات دي ففضل يقلد بقى الراجل اللي مش عارف قاعد مع ناس محترمه بالسوشيال ميديا بتدعم نادي الزمالك بيمسكهم علم مصر ويهتف لمصر أيوة. فانت يعني شتان الفرق انا فاهم حضرتك بتقول ممكن يعمل كده ويقلد لانه اعتاد التقليد انما التقليد. اللي ما تعرفوش حضرتك عشان انا بس غطيت القصه دي شويه بيقعد مع اللجان واللجان بتاخد فلوس ومرتبات شهريه 300,000 جنيه كل شهر بتدفع عشان تبقى موجهين النهارده زوموا على الكابتن خالد لا على الكابتن الاستاذ محمد على الكابتن جمال على اي حد يرفع عينه فينا لدرجه الكابتن خالد وصل بينا الحال في تكميم الافواه انه النهارده في صفحات لاي حد بيعترض ويقول كلمه
تشتغل اللي جاي تعمل ريبورتات على الصفحات بتاعه الزملاء الصحفيين او اي حد ليه صوت بيقول كلمه حق تتقفل فورا على طول على طول بحجه ايه انك انت قال استغلت الصوره. عارف ان احنا مثلا عندنا المركز الاعلامي الزملاء احمد مخلوف والمجموعه اللي شغاله معاه فحق نادي الزمالك انت ليك حق دلوقتي في الصوره بيبقى نازل عليها اللوجو او نادي الزمالك منزله فدي متاحه يعني كل الانديه فيوتشر اسماعيلي كل الزملاء الصحفيين بينزلها على السايت بتاعه على البيج فانت بتاخدها تستغلها سواء على صفحتك او على الجورنال يملك هو لو انت مش على هواه لمجرد انك نشرت الصوره دي يقول لك ده خد حقوق الملكيه بتاعتي دب بيروح يقفل لك الصفحه بتاعتك وانت بقى مثلا يبقى عندك ملايين او عندك الافات ابدا يا عم من الاول ورينا شطارتك. وللاسف هذا المنهج بيمارس ضد اعلاميين بيتبوأوا ابواق اعلاميه كبيره جدا لو قال كلمه مش على هواهم بتبتدي الحرب عليه طب مش هنوريك مفيش نجم يخش معاك مش هتعلق معايا لعيب اللي جاي تشتغل عليك الاستوديو اللي جنب منك يا كابتن خالد تبقى انت قاعد كده ومذيع محترم وعشرة على 10 تلاقي الضيف الفلاني من النادي ده جاي قاعد جنب منك وانت تبان قدام القناه اللي بتشتغل فيها انك انت عاجز مش قادر تتعامل مع هذا الكيان فتضطر طردك لهذه الشروط وتبتدي تقول كلام معسول حتى لو انت زملكاوي تتغنى وتتفنن في كيفيه الفشل الاداري الذريع تحول الى نجاح وكيف انه النجاح بيدار من المكتب مش من الملعب وتبتدي تقلب الحقائق وده قدر نادي الزمالك للاسف يعني. اخد كلمه بس من منتصر انه بيقول حاجات جميله قوي والله ده استاذ محمد استاذ علي قبل ما الاستاذ علي يتكلم في الكوره هنرجع تاني استاذ علي هيقلب على الكوره هو الاجتماع النهارده مع مستشار المستشار مع السوشيال ميديا منتصر علي لدعم نادي الزمالك ومصر يعني نتكلم بس في الايه في الدعم دعم نادي الزمالك طبعا ومصر رقم واحد ولكن مش شتيمه النادي الاهلي خالص مش كشف النادي الاهلي اخطائه او نعمل له اشاعات ده دعم نادي الزمالك والمصر يعني بص يعني اجتماع لدعم مش لشتيمه ولا فدي دي كلمه طلعت مش سهله في فرق بين الدعم وفي فرق ان انا اجتمع بيهم عشان اطلع خالد اعمل له اشاعه عشان الناس تتلهم ان انا فاشل فالناس تبقى ماسكه في خالد وتنسى الفشل بتاعي. لا ده انا بعمل مؤتمر يا جماعه ادعموا نادي الزمالك وادعموا مصر ان دولت ان مصر اهم من الزمالك والاهلي وكمان دعم نادي الزمالك وملناش دعوه خالص بالنادي الاهلي فدي طبعا حاجه تحسب له يعني تحسب لينا يعني. وعلى فكره زي ما انت قلت يا كابتن جمال اعتقد الاستاذ سالي في جمهور النادي الاهلي في جمهور محترم وجمهور الزمالك محترم والعلاقه محترمه ما بين الناديين وفي جمهور الزمالك بيتفرج على بعض لقطات من بعض البرامج المحترمه في قناه النادي الاهلي وهكذا بعض الجمهور الاهلي بيتفرج على بعض البرامج المحترمه صحيح يا كابتن خالد زياده والله كلمه حق يعني والله الجمهور الاهلي بيشاهد قناه الزمالك ما انا بقول لك اهو تاكيدا ما بيتفرجوش على قناه الاهلي والله تاكيدا لكلامك يا استاذ منتصر استاذ سامح حميد اهو باعت لي قال لي مساء الفل تحياتي ليك يا محترم يا ابن الاصول رغم اهلاويتي الشديده ولكني احترم بشده كل الضيوف المحترمه اللي قاعدين مع حضرتك واحترم ارائك في برامجك واتمنى ان يجمعني لقاء على الهواء معك في برنامجك المحترم وهذا اهلاوي يعني شديد جدا على حسب ما هو كاتب على نفسه ان هو اهلاوي شديد وهو الاستاذ سامح حميد الاهلاويه دول مش اعدائنا لا لا خالص طبعا وفي كل بيت فيه اهلاوي وفي زملكاوي المدن بتبقى اهلاويه ما زياش بعد الماتش في الكوردور بتاع الماتش رئيس فرنسا وقف على الارض وايه ده راح كاس عالم يعني راح نهائي والتاني هيلعب على ثالث ورابع بس يعني بيلعبوا في فريق واحد يعني سوري مش بطوله دوري محلي لا ده نهائي كاس عالم بس انا اسالك سؤال يا كابتن خالد بس هو في فرق بقى بين رئيس نادي بيزيل التوتر وبيبذل كل جهده علشان العلاقه تبقى حسنه بين الناديين الكبار طبعا جدا طبعا في مصر طبعا واخد بالك ويروح بنفسه يستقبل ضيوفه من الفريق المنافس صح. وفريق تاني عايش في النرجسية والأنا العالية جدا والمتضخمة جدا إنما كجمهور وككيان النادي الأهلي طبعا. نادي عظيم طبعا. ونادي له تاريخه وجمهوره محترم جدا بلا بس شك. طلع بقى شوية العيال بتوع السوشيال ميديا والمأجورين واللي عندهم أجندة السوشيال ميديا دولت مسكوا الأستاذ عمرو فاروق
وبهدلوه عشان راجل ده راجل وزير وراجل يعني شخصيه يعني محترمه جدا تسلم على شخصيه محترمه جدا يعني. انا عجبني المستشار دي روح جديد ده كان لازم تبقى بدايه خطوه للروح الرياضيه تبني عليها بقى دكتور محمد شوقي كان حاضر في انا عجبني كمان أيوه. المستشار مرتضى منصور امبارح في الفيديو ان هو يعني لم يستجب لاستفزازات البعض لان هو برضه وصلته رسائل هو متابع جيد جدا لكل الصفحات والسوشيال ميديا والقنوات انه قال الوزير السابق العبري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي انه ما كانش يعلم قال انه المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك وهل وده اكيد طبعا مش صح واكيد الاستاذ عبري فاروق الوزير عبري فاروق ما قالش كده فعجبني المستشار مرتضى منصور امبارح انه لا يعني ما قال انه دي الفتنه الكبرى الطبيعي ان انا رئيس نادي موجود في بيتي الطبيعي ان هو راجل نائب رئيس نادي يمتلك شجاعه القرار العمري فاروق انه رايح يدعم لاعبته غيره بيختفي وبيهرب من اي ازمه أيوة. والحجج بتطلع والمبررات بتتنشر طول الوقت أيوة. عند اي ازمه تتطلب وجوده بيختفي وياخد الشنطه ويخلع يعني أيوة. انما ده شيء محترم للعمري فاروق وزير الرياضه انه رايح يدعم مش عشان ده على فكره هو في كل المباريات انه رايح يدعم فريقه جوه نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك يعني بشيمه الكبار وبالكرم اللي معروف عنه بالاصول والجدعانه بتاعت ولاد البلد وفي حاجه كابتن خالد اسمها البروتوكولات والنهارده لو انا قاعد في مباراه ينفع النهارده اختفي مش عايز احضر المباراه عشان انا ياي مش عايز اصل انا مش عارف فلان قال لي لا 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 خالص ما ينفعش في حاجه حتى هو قالها في البرنامج هنا خالد اما قال انا بمد ايدي لو جيتوا نادي الزمالك على دماغنا من كابتن فوق ولو عايزين نروح نادي الاهلي نروح النادي ما فيش كابتن هو قالها فالراجل جاله لغايه عنده في نادي الزمالك بيشجع فريقه زي ما بيروح يشجع في اي وقت فالمستشار مرتضى منصور نزل من مكتبه وراح سلم عليه علشان بدايه ناخد اول خطوه في حته المصالحه دول الاصول يا كابتن طبعا الاصول انه رئيس النادي اوريدي المستشار مرتضى منصور قاعد في نادي الزمالك 24 ساعه بيخدم اعضاء الجمعيه العموميه ومحدش يعني طول الوقت موجود فبالطبيعة الحال جاله ضيف وما بالك الضيف ده جاي من النادي الاهلي النادي الكبير ونادي عريق وبقيمه مسؤوليات سواء كان جو او ما جوش او اي حد ما كان جه منهم كان هيتم استقباله بهذا الشكل من وجهه نظر الشخصيه من المستشار مرتضى منصور لان بيعمل ده مع كل رؤساء الانديه حتى العربيه اللي كانت بتيجي نادي الزمالك ويبقى فيه عشاء يعني ضيافه او غداء على حسب توقيت الضيوف وده انعكس علينا في رحلاتنا مع الفريق في كل الوطن العربي بيتم استقبالنا على اروع ما يكون وبيتم السؤال على المستشار مرتضى منصور انما النهارده اللعب بالنار واذكاء هذه النار انت بتقول حضرتك المستشار مرتضى محمد رجل لانه رجل بيمتلك شجاعه القرار قراره طالع من دماغه مش من دماغ المدرجات ولا من دماغ حد مندفع مرتزق دائما عاوز النار متاججه ما بين القطبين الكبيرين يا كابتن خالد لو احنا مش لو احنا زي الناس دي نبقى نقول ازاي وليه ومش عارف لا احنا عايزين مصالحه حقيقيه بس انت في حد بيمد ايده بالسلام وبيعمل الاصول وكان الموضوع زي ما قال لدقائق الراجل المستشار مرتضى منصور في بيته رحب بالناس وسلم طبيعي انه الوزير عمرو فاروق حد بيجي لك بتسلم وترد التحيه باحسن منها ده تعليم الدين الاسلامي زي ما امرنا وفي كل الاديان السماويه قالت كده كمان مش الدين الاسلامي بس التسامح من شيم الكبار والله محبه التسامح كل حاجه المتوسط. والمحبه وانك انت عينك على بلدك وعينك على جمهور بلدك وعينك على واد كذاب افاق اسمه علاء صادق يعني دائما بيؤجج في النار حتى لدرجه انه الحكم يعني شوف يعني ربنا لما تحب يعني يكشفك مره واثنين وثلاثه الحكم البولندي يا كابتن اللي جه حكم نهائي كاس مصر اللي الزمالك كسبه 2-1 الاخير ده طلع قال لك علاء كاذب ده قال لك ده حكم مش عارف ايه ودون المستوى جايبينه عشان يخدم الزمالك هذا الحكم مرشح لنهائي كاس العالم دلوقتي ان لم يكن صدر قرار بالفعل في هذه الساعات انه البولندي مرشح لنهائي كاس العالم ايه منظرك انت يا الماني على راي الاستاذ محمد رجب يعني لا والله العظيم انت وكل الالمانيه اللي شبهك ايوه تمام طب النهارده كابتن خالد عايز اسال الاستاذ محمد رجب سؤال هو النهارده انا مؤدب وكيوت وامور وما بتطلعش مني العيبه لما انا يجي حد يشتم حضرتك عفوا يعني انا اتصور معاه طب انا مش عارف طب اللي حواليك ما قالولكش خد بالك ده فلان ده بيشتم فلان بالظبط ولا اتصور معاه وبفتح كده كده وبتاع ويقول لك الله استنى مؤدب ما بتكلمش لا يا حبيبي انت محرض لا. انت على هواك ايوه فالنهارده الاقنعه زولت واتكشفت ايوه والنهارده اللي بيخدم بلده باين
واللي مش على واللي ماشي مع الرايجه باين، واللي بيلبس قناع كل وقت باين ومعروف، بس قدرك انك انت موجود في مكان انا اقول لك انت مش هتكمل فيه، وان كنت احب انك تكمل فيه عشان نفضل احنا ناخد الدوله. الاستاذ يعني عادل نصيح من اسيوط برضو بشاهدنا وهو يعني بيبارك لنادي الزمالك، الاستاذ عادل نصيح من محافظه اسيوط الجميله ميبارك للبرنامج لينا ولحضرتك ولكل النجوم المتواجدين مع حضرتك. ما تخافش مش ناسي انا الكوره. لا 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 عشان فاكر وبيهنئ طبعا المستشار مرتضى على فوز النهارده وعلى ما يبذله من جهد لمصلحه الزمالك في ظل الظروف الصعبه الحاليه، الاستاذ عادل نصيح الناقد الرياضي من اسيوط. ويعني رسائل كتيره جدا الحقيقه النهارده بتبارك لنادي الزمالك بعد الفوز المهم على البنك الاهلي طبعا، يعني طبعا يعني بحاول اقول كل اللي انا اقدر عليه للدكتور حسام الازاز ابن قريه ابو غالب مركز منشاه القناطر محافظه الجيزه وخادم لكل ما هو زملكاوي طول العمر. عايز اوجه شكر وتحيه وتقدير كابتن اسامه نبيه في لقطه الماتش ما خدش حقها بعد فرحتنا تدل على نقاء وصفاء الكابتن أسامة نبيه، ويعني شكرا جزيلا رئيس المنظومة المستشار مرتضى منصور على الجهد المبذول لإسعاد الجماهير. تمنى توصل رسالتي بعد إذنك وأسف على الإطالة وشكرا. ده طبعا يعني الدكتور حسام الأزاز. الأستاذ عصام عثمان بيقول ألف مليون مبروك. برضو يمكن الأستاذ أحمد وائل سنهور رئيس القسم الرياضي في آخر الأسبوع ألف مليون الحمد لله على سلامك ربنا يخليك يا أستاذ وائل. هو يعني طبعا أحلى رجال شاشتنا جميلة قناة نادي الزمالك بشكرك وألف مبروك لنادي الزمالك بعد فوز النهاردة. الدكتور برضو شعبان يعني خالد طبعا زملكاوي كبير جدا جدا وبيتكلم على التحكيم وقال ان الموسم ده زي بيتفق معاك يا كابتن جمال ان احساسه ان الدوري يعني بيقول موجه انت مكسوف ليه يا خالد للاهلي هذا الموسم بدليل ان ماتش الاهلي موجه وموجه وموجه ده وجهه نظره طبعا الدكتور. لكن ان لكن الله مع المظلوم فضيله الجزاء للظالمين لم يتم تسجيلها وفشل المخطط واخيرا نصر الله الزمالك في اللحظات الاخيره ويتأخر الأهلي. طبعا ده الدكتور شعبان خالد. أقول لك خبر يا كابتن لسه ما طلعش. خلينا بقى علي يكلم ماشي صبر بس أستاذ علي هيكمل عشان لا أستاذ علي هيكمل كورة انتظر بيان من النادي الأهلي قريب بيان أو منشدة المجلة هيطلع يقول لك التحكيم الفاجر وإحنا إزاي وما اتحسبلناش وزعلانين ومتضايقين عشان يشيلوا قصه المجاملات اللي على اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي، وانا بتحداك انه البيان ده هيطلع يعني قريب، بس رب بس انا بقول هو بيان توقعي يعني مش زي علاء صادق اللي بيقول الحاجه وبتحصل فعلا، انا بقول لك ده حاجه استباقيه اعتاد عليها النادي الاهلي في معالجته الاعلاميه او في انه لما يبقى الحاجه مثلا الناس خدت بالها انه في مجاملات يروح مطلع على كده انا بتظلم انا الحقوني انا مش عمر كمال واطرد علي ماهر عمر كمال من اول شوط وعلي ماهر في ثاني وضرب الجزاء طب ايه كان لازم يطردنا احنا يعني ايه الظلم اللي المفروض ان نطرد احنا يعني اللي كان في الحكم ربنا كبير امين عمر ما عملوش يعني عمل عليه استاذ علي كنت حضرتك عايز ترجع للماتش لا 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 قبل ما نرجع الماتش عشان احنا تجاوزنا خلاص الماتش موضوع الماتش انا كنت عايز بالنسبه للماتش كانت لقطه امام عاشور وهو رايح على يوسف أسامة نبيه انا خايف جدا انه اللعيبه دي ممكن تنتهي لو كل واحد جاب جول وجري عليه امام عاشور حضرتك هتشوف عنده نشاط صح. نشاط مفرط واخد بال حضرتك وقدر الله يعني انه اللعيب بص انا لا شوف بقى المشهد بص يعني نهار اسود الزحلقه تقريبا ده يعني الموضوع ده ينبغي
انه ياخد باله يعني يتم علاجه نفسيا. والله قلنا كتير عصبيا. انا بقول لك ما دي الموضوع بيبقى فرحان قوي قوي. طارق حامد ده بص عايز اقول لك حاجه. انا فاكر الصوره اللي كان هيقع. انا عايز اقول لك حاجه. انا ياما جبت جوال كنت بشيل 5-6 وانا بيطلعوا فبشيلهم وبجري بيهم من الفرحه. فاكيد اي حد بيتدرب ما بيجيب جول بيبقى فرحان حتى لو ضرب بشومه ما تفرقش معاه صدقني. بدليل السبرنت اللي بياخده وبعد كده بيرجع على نص الملعب سهل جدا. يعني. عايز بقى بعد اذن حضرتك اسال السؤال اسال السؤال بشكل عكسي. ماذا لو كان المستشار مرتضى منصور دخل الصاله وما سلمش على اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الثلاثه؟ احنا بقى بنتكلم هو دخل وسلم فاتقال كل ده. طب ايه اللي كان هيتقال لو كان دخل وما سلمش او ما راحش؟ يعني طب عندك الاجابه؟ عندك الاجابه؟ لا ما هو مش معقول هيخش يا جمال وما يسلمش. انا اقول لحضرتك. لا عندك الاجابه انت. لا انا ما عنديش الاجابه. لا انا عندي الاجابه. انا باشا عندي الاجابه. هو عارف الاجابه. لا انا عندي الاجابه. انت ماذا لو سالت السؤال انا هجاوبك صح؟ كان هتفرض صفحات والاعلاميين هيطلعوا بحلقات متتاليه. ازاي رئيس أيوة النادي إزاي اللي بيتشدق بالوطنيه إزاي والاصول ازاي شوف مجلس ده ضيف عندك يا راجل ما سلمتش عليهم ليه؟ هو حضرتك هو دائما وابدا يقول لك انا من رود الفرج ابن البلد يا كابتن خالد. لا يمكن ابدا ابدا تجي له بيته واخد بال حضرتك وما يرحبش بيك طبعا. وبعدين كان معلنا ان هو بيقول هيجي مجلس هيجي النادي الاهلي وهتشوفوا الاستقبال بتاعنا. يعني انا كعضو مجلس اداره في النادي الاهلي رايح الماتش وانا اعلم جيدا انه من الوارد بنسبه 99% ان انا هقابل رئيس نادي الزمالك وهسلم عليه. فيعني الحقيقه برضو موضوع السوشيال ميديا اصبح محير جدا. وعايز اقول كلمه برضو اللي هي كان قالها ميدو. قال لك انه ان في ناس في السوشيال ميديا الزملكاويه حتى كمان ان هو ما بيظهرش الا وانت خسران او انت متعادل. واخد بال حضرتك؟ الا لو انت في امر ما بيتطلب او هو بيشوف انه ممكن ينتقد فيه. وده برضو بيعكس نقطه مهمه جدا ان المستشار مرتضى منصور دائما وابدا مواقفه بتبقى في العلن. يعني لقاءاته مع السوشيال ميديا كلها في العلن، كل كلمه بيقولها متسجله صوت وصوره. فما فيش مجال انك انت تقول ان ايه انه في اي حاجه ممكن يعني كما يقال لدى اي طرف اخر. على العموم يعني في رساله من الجمعيه العموميه للمستشار مرتضى في تقرير، ويا ريت تكلمونا اللي هو علاء ناجي عضو مجلس اداره نادي الزمالك. هو بيشاهد حلقتنا النهارده وطبعا سعيد بفوز الزمالك على البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء. هو زملكاوي جميل جدا جدا. اللواء علاء ناجي عضو مجلس اداره نادي الزمالك هاتوا لنا بعد اذنكم على التليفون، وعقبال ما نروح نشوف تقرير من الجمعية العمومية لنادي الزمالك ورسالة للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. قاعدة من أعضاء الجمعية العمومية رسالة تقول للمستشار مرتضى منصور بعد صرف رواتب العاملين والموظفين طبعا بعد الحجز على الأرصدة. المستشار عمل كل حاجة، بنى النادي، عمل صالة، عمل أوضة لبس، عمل إنشاءات كتير جدا في النادي، والمستشار اتصرف من جيبه، يعني اتصرف من قبض نادي الزمالك من جيبه. المستشار ان شاء الله النادي كله معاه وبيحبه. هو انسان محترم جدا واحنا معاه من سنه 88 وجم رؤساء نادي كتير. بصراحه ما كانش فيه اهتمام لا بالنادي ولا باي حاجه، وكان كل همهم جمع اموال وبتاع. المستشار مرتضى منصور اصلا يعني هو بيدفع من جيبه العمال والموظفين وكله، واحنا على دراية بالكلام ده، وكل اللي احنا بندعي له ربنا يوفقه ويخليه لينا على طول هو وولاده. يعني ربنا معاه، يعني ربنا معاه ويقويه بجد على اللي هو فيه. هو الراجل ممكن يسيب النادي ويمشي وما هو مش محتاج حاجه من النادي، بل بالعكس ده هو النادي اللي محتاجه بصراحه، لان هو من ساعه ما جه ومخلي النادي بصراحه حاجه تانية. انا بتكلم بمنتهى الصراحه. يعني هو طبعا مستشار مرتضى يعتبر اب لكل الناس الموجوده في النادي، وبنقول له ربنا يعينك على المشاكل اللي انت بتواجهها ديت. والواحد دايما اللي على حق دايما بتلاقي مشاكل فوق دماغه، فخليك دايما على حق وربنا يعينك على الناس اللي دايما بتواجه بتعمل لك مشاكل في كل حته. ده طبعا من شيم المستشار مرتضى منصور ان هو دايما واقف جنب النادي وان هو مقوم النادي
واحنا كلنا بنحبه صراحه يعني، ف يعني ربنا يكرمه ويخلي لي النادي دايما معانا. والله احنا بنشكر المستشار مرتضى منصور، هو بيعمل حاجات كتيره جدا، وهو اصلا انسان خير اصلا بطبيعته، وحاجات كتيره ملحوظه في النادي، ومن ضمنها طبعا الازمه الماليه اللي بتمر بها نادي الزمالك والارصده طبعا المحجوز عليها. فطبعا يعني العمال طبعا لهم بيوت مفتوحه وليهم حاجات مرتبطين ببعض الالتزامات اللي عليهم. فطبعا المستشار مرتضى منصور عنده الحس بتاع الانسان قبل ما يكون هو رئيس النادي يعني. طبعا احنا بنشكره جدا جدا ان هو قدر يرضي العمال والموظفين، لان فعلا هم مش قادرين يستحملوا طبعا الازمه اللي احنا فيها، فبنوجه له شكر كبير جدا جدا، وعايزين منه برضو اكتر برضو يعني للاعضاء وللعمال والموظفين يستمر زي ما هو وربنا يعينه. بتوجه رساله للمستشار تقول له ايه بعد طبعا الشهر الثالث على التوالي في ظل طبعا الازمه الطاحنه اللي بيمر بيها النادي، ولكن الراجل دايما بيتصرف وبيقدر ان هو يعبط كراته. احنا بنشكر المستشار مرتضى منصور وربنا يديله الصحه. حابه تقول ايه يا فندم؟ بقول للمستشار ربنا يخليك لينا يا رب ان انت حضرتك قدرت تتصرف وتقبضنا، لان احنا فعلا والله العظيم كان ظروفنا صعبه جدا. الراجل ده جميل قوي والله العظيم، واحنا في ظهره ومعاه، وربنا ينصره يا رب. مع احترامي وتقديري للمعالي المستشار مرتضى منصور، لانه بصراحه يعني احنا في الازمه دي بقى لنا 3 4 شهور. حضرتك انت لو كنت سجلت امبارح او قبلها بساعات وكنت بصيت في وجوه العاملين فعلا كانوا صعبوا عليك، لان احنا كنا في حاله فعلا وحشه. انا مش عايز اقول علينا وعلينا وعلينا وعلينا، لكن ما هي كل الناس عارفه، ناس عليها اقساط وعليها وعليها جمعيات وعليها مشاكل وكهرباء ونور وميه وغاز، بس يعني بتبقى لمحه انسانيه من معالي المستشار برغم الظروف اللي بيمر بيها يعني، وانا عارف الظروف دي كويس قوي يعني. ومع ذلك ما بينساناش دائما ابدا، بيطمنا برضه. معلش يا اولاد انا مش ناسيكوا، انا مش ناسيكوا يا اولاد، ان شاء الله بامر الله ولاد كمان يومين، بس انا غصب عني، وهو فعلا غصب عنه. واحنا لو اتكلمنا على المعالي المستشار والله ما بنطبل، والاصل انا شغال ومن حقي اخد مرتبي، ايه التطبيل اللي فيه يعني؟ ما انا شغال وحد بيديني حاجه لله، بس هو فعلا ده اللي المفروض يتقال. معالي المستشار فعلا عاتل همنا، وربنا يديله الصحه ويكرمه دائما ابدا. والله العظيم عاوز اشكر سياده المستشار على كل حاجه بيعملها معانا، وده رابع شهر هو يتصرف فيه من جيبه وبيقبض العمال، وربنا ان شاء الله يكرمه ويستره ويقف معاه وراد الحلال يا رب. بشكر المستشار على اهتمامه بالنادي وبالعمال وبقبض العمال 3 شهور ورا بعض ويتصرف من جيبه، وبشكره شكرا جزيلا. السيد المستشار مرتضى منصور ربنا يخليك لنا يا رب يا ريس، وطول عمرك يا ريس ضبطنا من جيبك شهرين الشهر اللي فاتوا، وانت في الرابع برضه السيد المستشار ضبطنا برضه من جيبك يا ريس، وانت ربنا يخليك لنا يا رب. السيد المستشار مرتضى منصور احنا طبعا احنا بنحب السيد المستشار، ودايما بنقول له انت العامل وانت الامن وانت النادي، واحنا معاك وان شاء الله ربنا هينصرك، والحمد لله رب العالمين احنا قبضنا والحمد لله، ومفيش اي مشاكل ان شاء الله باذن الله، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه باذن الله. ربنا يديله الصحه وربنا يقويه على قد ما هو بيعمل، والله العظيم الحمد لله. هو بص كل هو اللي بيعمله ده يقعد له، لان الراجل ده والله العظيم ده بيتعب بصراحه، كفايه الضغوط اللي عليه. ربنا يديله الصحه ويديله العافيه يا رب. نشكر سيادة المستشار مرتضى منصور، ومش جديد عليه اللي هو بيقف جنب العمال وبيقف جنبينا كل شهر، اتحمل دلوقتي يعني بتاع 3 اشهر اهوت، وقبل كده كان واقف جنبينا، وربنا يفك المشكله دي ان شاء الله على ايده، والعمال كلها بتدعي له. الراجل ده محترم، ولا جه قبله ولا هيجي بعده كمان. ده كان تقرير زي ما حضراتكم شفتوا من ورسائل من اعضاء الجمعيه العموميه والعمال والموظفين للمستشار مرتضى منصور ومجلس اداره نادي الزمالك، ويمكن مكالمات هاتفيه ورسائل كتيره جدا. استاذ علي كنت حضرتك يعني قبل التقرير كنت بتتكلم على امام عاشور، ورحنا لهذا التقرير وعدنا مره اخرى، كنت حابب حضرتك تكمل في موضوع تاني. لا يعني هو كانت قضية انه ماذا لو كان المستشار راح الصالة وقابل مجلس ادارة النادي الاهلي ولم يصافحهم، كان هيتقال ايه؟ كان يعني اللي انا قصدي عليه انك انت زي ما هو قال المستشار، كما يعني نستعير التشبيه، افتح الشباك ولا اقفله. انا لما فتحته
هجمت، طب لما قفلته برضه حقه هاجم، يعني هي برضه المساله صعبه جدا. انت فاكر حضرتك دي كانت فين؟ كانت مسرحيه في الستينات في اسمها القضيه، كانت مسرحيه شهيره جدا، افتح الشباك ولا اقفله. فيعني بصراحه كان الله في عون في عونكم انتم كمان، يعني انتم كمجلس اداره تحت ضغوط دايما، موضوع السوشيال ميديا الحقيقه يعني يا استاذ علي هي شجاعه البطل. ايوه اللي حصل من مرتضى منصور ده اسمه شجاعه البطل. ايوه اللي ما عندوش عقد. أيوة. اللي ما عندوش الانا، ما عندوش النرجسيه. ايوه الراجل اللي هو رايح يقابل ضيفه رغم كل الاعتبارات، والمشكله الكبرى قراره من دماغه، قراره من دماغه بيعمل الصح، لا هو حد بيوجهه ولا هو بيستخبى ورا برفان ولا ايه كمان يا استاذ محمد. ان سياده الوزير عمرو الفاروق دوت قبل كده قال لي شيكابالا لما جه حضر الماتش قال شيكابالا يطلع بره والماتش اتلغى واتحسب للنادي الاهلي بالظبط، ورغم ذلك لما جه الصاله نفس الصاله راح رئيس النادي سلم عليه. فدي بقول لك شجاعه البطل، واخد بالك؟ ف مرتضى منصور استاذ محمد موجود ساعه احمد مجاهد الاهلاوي اللي بيطلع يتفاخر ان هو عضو في النادي الاهلي وجي في غفله من الزمن ادار الكره المصريه، موجود كان هيقدر احمد مجاهد يقول لعيبه الزمالك ما تنزلش تحتفل مع زوجاتكم؟ لا يمكن بمناسبه العائلات والاستحاله. مرتضى منصور اعاد الهيبه لنادي الزمالك، الناس عارفه بتتعامل مع وجود مشوار مرتضى منصور في نادي الزمالك، بتدي الزمالك حقه ثالث ومثلث، وده اللي تعب ناس كتيره جدا يعني. بس بمناسبه احمد جمال بمناسبه المهندس احمد مجاهد لما كان بيأجل الماتشات علشان منتخب مصر ما لعبش وما يتصنف عشان عيون النادي الاهلي وخسرنا التصنيف الاول عشان نوصل كاس عالم، علشان دلوقتي المغرب وصلت للدور قبل النهائي ممكن معرضه انها تاخد 29 مليون 290 باين كام، المركز الثالث هياخد 27 مليون دولار يعني حوالي 900 مليون جنيه، يعني مليار الا 100 مليون. تخيل الاستاذ احمد مجاهد فضل مصلحه نادي على مصلحه مصر. وبعدين حضرتك قلت ان في ازواج اللاعبين وكده، طبعا الاستاذ احمد مجاهد برضو منع ازواج اللاعبين والاولاد ان هم ينزلوا صوره زوجات اللاعبين والاولادهم عشان يتصوروا مع عائلاتهم كده، فمنعهم. تاني حاجه بقى، فين في المغرب الناس اللي اتقربت للعيبه وقالت احنا اللي كنا بندعمهم واحنا اللي كنا كذا؟ انا شايف الفنانه سميره سعيد متصوره في المدرجات هي اولادها بتتفرج على الماتش عادي، ما راحتش الفندق. ما الناس اللي بيتقربوا دايما من اللعيبه يقول لك دول صحابنا واحنا طول عمرنا واقفين جنبهم، بيبانوا بس في وقت المكسب وكده، وغير المكسب بعاد، اول ما يحصل مكسب يروح. فين التاجيلات لانديه الدوري العام في المغرب علشان هيخشوا كاس عالم او هيلعبوا منتخبات؟ فين التاجيلات؟ مفيش تاجيلات، كله بيلعب سواسيه، عشان كده شايفين مستوى المغرب عامل ازاي. حاجات كثيره جدا يا خالد احنا لازم تتغير، لازم ان شاء الله. وحاجه يعني تزعلنا ان احنا اصلا كنا محتاجين اللي بيشترك بس بياخد 9 مليون دولار اللي بيشترك، فشوف بقى 9 مليون دولت احنا قد ايه الدوله دلوقتي محتاج عمله صعبه. فاحنا الاستاذ احمد مجاهد وحسام البدري والنادي الاهلي قالوا لا لا لا، احنا اهم حاجه احنا مش مصر، مصر ايه؟ احنا نوصل افريقيا وناخد افريقيا. وبرضه نفس الحكايه مشيت احنا عندنا فيديوهات كتيره يا كابتن جمال، وهبدا دايما من الفيديوهات اللي من داخل نادي الزمالك وبالاطفال ابناء الاعضاء والعلاقه الحميميه ما بينهم وما بين رئيس النادي المستشار مرتضى منصور. تعالوا نروح نشوف، لان عاده دايما الصوت والصوره بيبقوا ابلغ رد مهما انت اتكلمت عن التقرير او مهما اتكلمت عن العلاقه، لكن الصوت والصوره هو ابلغ تعبير وادق تعبير. تعالوا نروح نتابع تقرير من داخل نادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور مع احد ابناء العاملين اعضاء العاملين داخل نادي الزمالك، مع طفل من طفله من يعني احباب الله. الاطفال على فكره تبقى مشاعرهم يعني ما فيهاش اي تزييف، اللي بيحسوا بيه بيطلع ويبان على كلامهم وعلى وشهم. تعالوا نروح نتابع
ونرجع تاني مع ضيوفنا النهاردة. اسمك ايه؟ ايه؟ وانا اسمي ايه؟ جدو مرتضى. هاتي بوسه بقى يلا. الله مبسوطه؟ ها؟ ايه؟ مبسوطه اني جيتي هنا؟ ولا مش مبسوطه؟ مبسوطه ها؟ طب يلا يلا شوف مامتها فين وسلمها لها يلا. هذيك مامتها؟ تعالي اتفضلي. ده حب ده؟ نعم بستنى حضرتك عند الجود ومش بتلاقيك فقالت لي لا عايزه اروح لجد مرتضى. طب يلا تعالي يلا اتفضلي. يلا قولي لجد بره. ده كان داخل نادي الزمالك والعلاقه ويعني واضحه يا استاذ محمد. طبعا شفت طبعا السبرنت زي ما بيقولوا البنوته الصغنونه الطفوله في حياه مرتضى منصور مهمه جدا جدا جدا. البراءه اهي البراءه ده دي تلقائيه يعني دي تعرف تزايد مشاعرها؟ لا لا ما ده تلقائيه بقى وبراءه ما بعدها براءه. وهو كمان بيحب قوي الاطفال يعني انت عارف يعني العلاقه ما بينهم وبينه سبحان الله. اه سبحان الله يعني لا مرتضى ما هو خلي بالك حتى اللي بيعدوا عليه وهو قاعد على الترابيزه في نادي الزمالك يسلموا عليه كده بالبوكس لا بيقولوا له يا مرتضى يا مرتضى على طول يا مرتضى عايزين كذا عايزين العربيه اه واخد بالك ولما حد بقى يكون يعني مثلا 7 سنين ولا بتاع كبر شويه يقول له يا مستشار واخد بالك يا مستشار فانا ببقى قاعد اشوف المنظر عارف لو بيتكلم معايا بيقطع كلام انا ويلتفت للطفل الصغير واخد بالك وعايزين ايه عايزين العربيه استنى شاور لازم العربيه تجي لهم والعيال تقول ايه وبتاع بيضحك ومبسوط انت عارف هو مرتضى اصلا جواه قلب طفل والله العظيم يا خالد لا ما ده على فكره في شويه لقطات قادمه اللي جايه يعني على الانتخابات الماضيه ويعني دايما ما بحبش يعني اتكلم في الماضي قوي يعني المرشحين والكابتن احمد سليمان صديق الكابتن احمد ناصر اعتقد اللي احنا نشوفه اللي كان موجود في الانتخابات اللي فاتت ومحاولات زي ما احنا يعني اللقطات مبينه ان بعض الاعتداءات عشان الانتخابات واليوم الانتخابي الجميل داخل نادي الزمالك ما يكملش على خير وبسلام وبامان لاعضاء الجمعيه العموميه والاعضاء نادي الزمالك واختلاق بعض المشاكل واختلاق ده احمد ناصر كان بيلعب في نادي الزمالك قبل كده ويمكن يعني الكابتن احمد له علاقه مميزه بالكابتن احمد سليمان وكان يعني داخل الانتخابات واختلاق بعض المشاكل لخلق نوع من الرعب كان مرتضى ساعتها يقول لك النهارده انا ملاك طاير في السماء بالظبط واخد بالك ومش يعني لم يتدخل من قريب او لا بالعكس ورغم كم الاستفزازات الكبير جدا اللي تعرض هو ساب الجمعيه العموميه تديهم صفعه هي من اكبر صفعه في حياتهم الجمعيه العموميه وخلي بالك ده 47,000 طبعا ده رقم تاريخي طبعا طبعا يعني طبعا دي 8000 صوت ايوه لا 7 لا يعني 7 يعني كام 57 8 يبقى 56 لا وده غير ايه ان 8000 صوت باطل يعني 56000 ده غير اللي بره ده غير اللي بره في ناس اللي بره على الباب الحديد انا خلي بال حضرتك كان ينبغي انها تكون على 3 ايام وده اللي كان طالبه المستشار مرتضى علشان كان هيبقى ساعتها ممكن العدد مش هيقل عن 70-80 ألف بالظبط انت بتتكلم على وقت ضيق وبعدين كانوا بيلوموا ساعتها المستشار مرتضى ان هو كان ماسك الميكروفون انا بيتهيألي المنظر اللي سيادتك عرضته دلوقتي بتاع الخناقات لو لم يكن في يده الميكروفون بحزم لكانت طبعا كان تسبب في مشاكل كبيره كارثه كبرى النهارده احمد ناصر اعتقد يعني اتعمل عليه حكم او خد حكم والنهارده كان عند المستشار مرتضى موجود في مكتبه مساء ورغم كده يعني والده ذهب للمستشار وزي ما انت قلت يا استاذ محمد كعادته التسامح والتسامح ده من شيم الكبار تعالوا نروح نشوف لما والد احمد ناصر راح النهارده للمستشار مرتضى عمل ايه. انا النائب يوسف خطاب نيابه عن عائله خطاب في نادي السماح. انت ناسي حاجه انك كنت زميلي في السجن.
طبعا لا مش طبعا 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 الاخ عزيز حبيبنا سياده المستشار غالي علينا طبعا احنا بنقدره وبنحترمه وهو راجل وطني من الدرجه الاولى وطبعا طفره جميله جدا في النادي اللي عملها وهو ليل ونهار بيخدم الناس فاحنا بنشكره نيابه عن عائله خطاب بالخير اللي بيعمله وربنا يجعله في ميزان حسناته. طبعا دي آلة محترمه جدا. انا اتعاملت معاك طبعا شخصيا سواء في الحريه او في عدم الحريه. طبعا انت راجل جدع وعيلتك كلهم ناس محترمين. ويمكن سبب الزياره هو كان سياده النائب زارني الاسبوع اللي فات علشان الاخ احمد ناصر مش اخوك؟ احمد ناصر كان اخطا وانا سامحته وبعدين رجع اخطا تاني وانا سامحته. ابنك بقى معلش. وبعدين جالي المكتب اعتذر وقعد مع وكان متصور فيديو زي كده وبعدين كلمني قال له نبي ما تنزلش الفيديو بالفعل ما نزلتوش لان انا ما كانش يهمني انزل الفيديو وقدر ما يهمني انه بقى كويس يعني خلاص هو جاب جمعيه العمال اللي فاتت. لا ابنك يعني بالظبط انا هقول لك دلوقتي العفو عند المقدره خلاص يا باشا زيارتكم دي فوق دماغي يعني واخطا رابع تمام. وبعدين فوجئت ان اخوه جاي بيقول لي ايه ده شالوني من الفريق. ليه يا ابني؟ قال عشان انا اخو احمد. قلت لهم لا تكون اهو الدكتور احمد سليمان شغال معانا في النادي ماسك رئيس قطاع تمام. فقلت له ورجعته فورا اعتقد يعني اشكرك فورا يعني. فاحنا بنسامح الحمد لله ونتمنى هو يبدا صفحه جديده. واذا كان في اي قضايا ضده هنتنازل عنها طبعا بالتاكيد حفاظا على مستقبله. وكفايه ان الزياره بتاعتكم دي كلها. استاذ محمود خالد فين؟ ما ادريش شو كان محمود خالد استاذ مشتاق محمود خالد تم التنازلات وعفى الله عما سلف ونتمنى يبقى بقى صفحه كبيره عشان ابنه بقى وخلاص يعني واحنا اهلي كمان الناس المحترمه اللي في زيارتهم فوق دماغي يعني والعيال اللي خطاب كلهم فوق الناس السمان طعمه عقبه هم كمان حبايبك دكتور محمد طعمه القاهره وعلي لسه كان موجود بس انت وفوزي بن حفني كان هنا ولسه ماشي بس ظروفه ما سمحتش وحتى في طلب ليه كده فتعال تسلم لك الطلب ده اهو. تسع فاروق احمد فوز ابن حبيب خلاص محمود تعمل تنازلات. الله يخليك امشي منها. متشكرين. تحياتي بقى ل 100 عقبه طبعا ونزلة السمان والهرم وكل متعقبه حبايبك. بقول لك قلت 100 عقبه بس رجالتك دول هنا حاضنينك هنا حبايبك. شرفتهم وان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اتفضل يا باشا. قادم ان شاء الله الافضل. لا بس هذا بقى انتوا قبيله طبعا خطاب وهنا في المنصوره كمان فرع بتاعنا لكم في المحافظه كل مصر كل مصر احنا عايزين بس عم نبيل الكبير بتاعنا يجي جنبينا هنا عم نبيل اتفضل وانا ما اقدرش انا لازم الكبير احنا اتعودنا كده وانت معلمنا كده اتفضل يا اتفضل الحاج نبيل ده نصر ابو ابو نصر ابو محمد ابو احمد ابو احمد نشكر معالي الشيطان محترم افضل رئيس نادي في تاريخ مصر كله بصراحه وبوجه له الشكر باسم عيلة خطاب وباسمنا شخصيا على ساعة صدره شكرا دكتور محمد سؤال نبيل خطاب بشكر حضرتك على الترحيب بينا دكتور محمد بقى طبعا حبيبك ده جارك بقى كل هدول في القاهره في كليه الاداب طبعا الهرم الفيوم اهلا وسهلا اخبار حضرتك ازاي وشكرا على سعه صدرك وجايين عشان حاجه واحده بس نفعل خير عشان ناخد حسن من ربنا سبحانه وتعالى متعوبه برضه يا حبايبك ابو عبد الفتاح خطاب عارف انت طبعا رجالتك دي كلها خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير يا رب شكرا معاك مشتاق شكرا احنا بنحبك في الله عشان انت قلبك ابيض وصاحب صاحبك وربنا يخلينا في بعض ويخليك استاذ محمود بقى انا المدير بتاع النادي خلاص ربنا يزيدك في اكتر واحد اهلاوي في مصر بحب سعادتك شكرا زياد اسمحوا لي اقدم كلمه مع المستشار باسم شهداء
أسر شهداء مصر بالكامل يحترم حضرتك ويقدرون ويبلغوك كل التحية والاحترام. أنا سعيد أنا اتقابلت مع زميل ليا الشرف السيد أخ عزيز وده اللي احنا رجالة بنحبك عشان شخصيتك الرجالة الحمد لله قدام المحن بنقف الله ما كناش في السجن زي ما العيل اسمه محمد عثمان بيقال هذا وانت شفت انا كنت ذكر 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 تمام والمأمور كان قرب يطفش مني عبد الرازق كان بيقعدوك يقول لك عبد الرازق عبد الرازق اسعد بيكم مروان علي رئيس عايز اشكر حضرتك ان انا جيت لحضرتك وقت المشكله وما كنتش حضرتك لسه اتصالحت مع احمد ابويا وحضرتك قلت لي بعيد عن المشكله لسه مش مع دلوقتي قلت لحضرتك والمشكله كانت لسه شغاله وما يعني احمد ما اصطلحش ولا اي حاجه وقلت لحضرتك طلبت من حضرتك ان انا ارجع قلت لي خلاص انت مالكش دعوه باخوك وما كنتش تعرف ان انا توقفت يعني قلت له خلاص انت انزل تمارينك وارجع تاني لتمارينك والمشكله كانت لسه شغاله فانا بشكر حضرتك وعملت لي كده يعني انت ابني استغربت الصراحه لما هم الرجاله بتصرف كده شرفتك شكرا يا باشا صور ده كان النائب يوسف خطاب هو من الشخصيات المحترمة جدا 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 ووالد أحمد ناصر ومتحدث باسم حتى الشهداء زي ما حضراتكم شفتوا واحد قال لك أنا من أكثر الأهلوية لكن بعتز بيك جدا وبحبك جدا جدا ده من داخل نادي الزمالك وبالنيابة عن كبار عائلات نادي السمان وميت عقبة والفيوم والهرم زي ما احنا شفنا ويعني النائب يوسف خطاب له ايادي بيضاء على نزل السمان وانا اعلم ده لان يمكن زوجتي من نزل السمان واعلم مدى العلاقة وفي صلة قرابة مع النائب يوسف خطاب من الشخصيات الجميلة جدا ودي التسامح لدى المستشار مرتضى وفتح صفحة جديدة وحتى اخو احمد قال لك رغم ان انا جيت له في وقت كان لسه ما اتصالحش مع احمد شكل كبير لكن وقف جنبي وقال لك انا ماليش علاقه بموضوع اخويا والنهارده بيتنازل كابتن جمال لازم نقف عند الحته دي بالذات صح حته اخوه انا دلوقتي هو عمل مشكله جدا في الانتخابات كبيره جدا وحصل مشكله في القضاء حصل مشكله بقى واخوه بيشتغل في النادي اما يجي يتوقف ويطلع المستشار وعارف ان هو اخو احمد ناصر اللي عمل مشكله كبيره وكان هيبوظ الانتخابات كلها يقول انت مالكش دعوه باخوك كل واحد ليه لنفسه واهلا وسهلا بيك وقال له انا حسيت بيك بنظره اب يعني الولد بيقول انا حسيت بيك بنظره اب ان انت كنت حنين قوي عليا فانا بشكرك جدا فدي جميله قوي قوي يعني دي يعني العفو عند المقدره دي حاجه جميله جدا جدا وبعدين واحمد ناصر برده كان المفروض يعني عادي وتسامحنا وكلنا ان شاء الله وهو بعد ما خدنا الدوري والكاس قال ايه بمد ايدي لكل الناس تيجي فمفيش مشكله خالص فهو يعني معظم الفيديوهات اللي بيجي لنا تسامحات مع ناس كتيره جدا بالظبط ودي زي ما قال الاستاذ محمد رجب هو معاشره من صغره دايما يحب الحته دي القلب الابيض القلب الطيب اللي دايما بيتسامح يعني مفيش اكتر من كتير قوي بعد الهوا نقولها لان في شخصيه كان دايما يتخانق معاه ودايما تعتذر له ويسامحها خمس ست مرات نبقى نقولها بعد الهوا الشخصيه ديت عشان دي زملكاويه برضه طبعا بعد اذنك انا عايز اقول ان حته لا تزر وازره وزر اخرى دي موجوده من زمان يعني في وقت ما من الاوقات كان المستشار بينه وبين الدكتور اسماعيل سليم ما صنع الحداد ومع هذا وجد ان ابن اخته يستحق ان هو يكون موجود في الجهاز الاداري في النادي فاسند له مهمه اعتقد ان حاليا في برضو ابن اخت اللواء احمد سليمان اللي كان خصمه الانتخابي اعتقد موجود في 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 اداره العلاقات العامه يعني لا مدير مبنى تركي آل الشيخ بالظبط يعني اللي انا قصدي عليه انه ما عندوش الايه حساسيه انك انت بتتعامل بكفاءتك وباخلاصك لشغلك مش ليا فانا بتصور يعني انا بشهد له بيها الحقيقه ما عندوش القلب الاسود استاذ محمد عايز تقول حاجه عايز تعقب انت وقلت قبل ما نروح للتقرير ده انا يعني ايه الناس شايفه المستشار مرتضى عصبي هو عنده قضيتين زي ما انت عارف يا خالد شغلينه مصر والزمالك
بيتعصب بقى لما تيجي ناحيه حاجه من الاثنين دول. ادينا شفنا في 11/11 المزعوم قبليها هو عمل ايه هنا وتحمل ايه من بره العيال الهربانه بره ازاي كانوا بيهاجموه. واحد منهم رصد 10,000 100,000 دولار اللي يجيب ولا 500,000 دولار 500,000 جنيه نص مليون نص مليون لو اللي صورته لو صورت مرتضى قتيل واخد بالك. فمرتضى بيدفع ثمن قضايا غير شخصيه بالمره. لما تيجي بقى في الحاجات الشخصيه لا ما بيستحملش مرتضى مثلا لا يعني لما بيشوف واحد مريض يبكي محدش يعرف عنه الكلام ده. جمال كتير قال لي يعني المقربين قوي منه يعني انا كلمني مره مدير العلاقات العامه في مستشفى 57 وكانت زميله في الاخبار وطلبت ان المستشار يروح يعني يزور المستشفى وكده. قال لي انا ممكن ابعت اي تبرع لكن اشوف طفل عنده السرطان اموت يا محمد يعني ما استحملش. فهذه الشخصيه الجباره اللي هو صلاح الدين بتاع النصر صلاح الدين بتاع الزمالك واخد بالك. انا على فكره ساعات بقعد افتكر اقول ايه لو مرتضى منصور ده رئيس اتحاد الكره في مصر نظام الكره الرياضه في مصر يبقى شكله ايه واخد بالك. عايزين شخصيه قياديه يعني تخلصنا من الغم اللي احنا فيه الغم الرياضي اللي احنا فيه يا خالد. فهذا الانسان مرتضى منصور زي ما بقول لك قلب طفل فعلا متسامح جدا جدا وقريب جدا جدا غير الصوره المتاخده. في ناس ثانيه بقى بيحب يطلع في صوره الملاك البريء واخد بالك عبد الحليم حافظ واخد بالك في صوره الملاك البريء. وهو سبحان الله لما عرفنا شخصيته انا نفسي اتخدعت فيه لما كان لاعب كوره واخد بالك وكده وكنت بعشقه يعني كلاعب كوره. وبعدين بعد كده مع الوقت ومع السنين وشفنا بقى الحاجات اللي حصلت والحاجات اللي ورا الستار لا وبعدين بقى تيجي تبقى عايز تحط دماغك من دماغ مرتضى منصور وعايز انك انت تعلو فوق مرتضى منصور لا يا كابتن قلوده انت في حته وهو في حته ثانيه خالص. انت اصلا عايز تقول حاجه؟ لا بالتاكيد انا طبعا المستشار مرتضى منصور دائما حتى انا قلت قبل كده هو المستشار مرتضى منصور حبس مين قبل كده؟ دائما بيبقى ليه الغلبه في النواحي القانونيه امام خصومه انما هو دائما بيعمل بشرف الخصومه يعني دائما المستشار مرتضى منصور بيستفز لما حد بيجي جنب منه او جنب نادي الزمالك تحديدا يعني حتى ممكن هو بيسامح في حقه انما ما بيسامحش في حق نادي الزمالك وبيدخل معارك كتيره جدا عشان نادي الزمالك مع اصدقاء ليه يعني بتبقى العلاقه وطيده جدا حتى على مستوى حكومات دول وانا اعي هذا الكلام جيدا. مستشار مرتضى منصور له علاقات متوطده بناس بتتقلد مناسب قياديه في دولنا العربيه ولكن دخل في خصومه على انه هو ارتقى انه هم ضد مصلحه الوطن. ايه رايك بقى فناننا الجميل العظيم طبعا الفنان هاني شاكر معانا على الهواء شرف كبير لي. استاذ هاني اهلا بحضرتك معانا في زملكاوي. اهلا بيك مساء الفل. الصوت الرائع يعني الصوت اللي احنا بنسمعه كده نعرف على طول ده الفنان وزعيم الفنانين والامه العربيه في الفن الفنان العظيم هاني شاكر. ربنا يخليك يا حبيبي يا خالد برحب بيك وبرحب بالنخبه والصفوه الرائعه الجميله الحضور الكريم اللي منور معاك كلهم واحد واحد. انا طبعا بتابعكم على طول وكل يوم وبتسعدونا بكلامكم وبارائكم وبقناه الزمالك الجميله اللي بتلم جمهور نادي الزمالك في مصر والعالم العربي كل يوم من خلال برامجها الحلوه اللي بنسعد لما بنشوف هذه القناه الخاصه بمدينه الحبيب. لا وحضرتك امير الغناء في الوطن العربي يعني ده احنا بنتكلم امير الغناء في الوطن العربي. شفت النهارده الماتش واكيد سعيد ككل زملكاوي سعيد بالنهارده بالحماس والقتال والفوز اللي في اللحظات الاخيره. والله طبعا يعني انا صرخت لما جت جون طبعا يعني النهله كانت قاعده جنب اتخضت يا حبيبتي اصل بيني وبينك يعني انت جايب جون في اخر دقيقه
يعني انا الحقيقه ما اسعدنيش الحظ واتفرجت على الشوط الاول، اتفرجت على الشوط الثاني تاني. لكن انا شفت ثلاث اربع لعيبه بيقعوا، يعني ما اعرفش ارضيه الملعب فيها ايه، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، انه يعني النهارده ربنا نصر نادي الزمالك وفوزنا في اخر دقيقه. ان شاء الله يا رب الماتشات اللي جايه، لانه يعني انا زي ما اكيد الجهاز الفني بيقول للعيبه ان كل ماتش بطوله خاصه، صح؟ ان شاء الله ان شاء الله البطولات الخاصه الكتير اللي جايه الفتره اللي جايه ربنا ينصر ان شاء الله باذن الله. استاذ علي كان عايز يقول لك حاجه. استاذ علي بركه حبيبي، طبعا طبعا حبيبي حبيبي يا ريس. انا كنت عايز الحقيقه، انا عارف ان حضرتك لك راي في اهميه التقارب بين الاهلي والزمالك وكده، هل كان لك راي في موضوع مصافحه المستشار مرتضى منصور للاستاذ العمري فاروق والاستاذ محمد الضماطي والاستاذ محمد دكتور محمد شوقي دكتور محمد شوقي اعضاء مجلس الاداره والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي؟ طبعا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. ما هو ده الطبيعي يا استاذ علي. ايوه يعني انا بشوف ان احنا بنتكلم في ايه؟ يعني هل احنا وصلنا لانه انت لما الناس بتجي لك لحد بيتك ممكن الناس تشكك انك انت ما تقومش تسلم عليهم وتقوم معاهم بواجب الضيافه؟ يعني هل لهذه الدرجه هم شايفين ان نادي الزمالك او مستشار منصور يعني ما عندهمش الحس يعني عايز اقول ايه اولاد البلد اللي بيقوموا بالواجب؟ طبيعي يعني ناس جايه لك في بيتك، ناس جايه لك في ناديك، طبيعي هتسلم وهترحب بيهم. واحنا ليه دايما عايزين يعني ما هو ده برضه شغل الاعلام للاسف، والله يسمعني، يعني في احساس انا موجود عندي من زمان على فكره، أنا ياما اتكلمت في الموضوع ده كتير، وأفكركم من ساعة ما كان في قنوات رياضية كتير بتسمح للجمهور إنه يعلق ويكتب يعني كلامه وبينزل على الشاشة على طول. أيوه أنا قلت إن دي بداية التعصب، لأنه أنت كل جمهور بيتكلم على الجمهور الآخر. صح. يعني يا ريته بيتكلم عن النادي بس، لأ ده هو بيتكلم على الجمهور الآخر وبيتريق على الجمهور الآخر. وده اللي احنا وصلنا له النهارده الحقيقه، يعني ما التعصب يعني صح، يعني الاستاذ العامري فاروق وزير سابق وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، النادي الاهلي النادي المصري الحبيب اللي احنا كلنا بنحبه، جاي بيزور مع فرقه النادي الاهلي عند اخواته وحبايبه واصدقائه في نادي الزمالك، وطبيعي ان المستشار مرتضى يرحب بيهم ويسلم عليهم. ليه عاملين هو احنا اعداء؟ هو الطبيعي انه ما يحصلش هذا الترحيب؟ يعني زي ما بقول لحضرتك ده شغل الاعلام للاسف الشديد، انه يعني انا شايف ان ده طبيعي. كلام حضرتك مظبوط. يعني احنا اولا واخيرا اخوات وحبايب، وايوه في تنافس في الملعب، ده حاجه ثانيه، قصه ثانيه. المفروض صح، المفروض ان احنا اخوات. لا واللي كمان ما ظهرش، يعني المستشار مرتضى رغم ان هو ما عادش كتير لكن سابني انا واحمد مرتضى واحمد دعبس، استقبلنا مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسه الاستاذ عمرو الفاروق عمرو نائب رئيس النادي الاهلي وسياده وزير الرياضه السابق يعني، والدكتور محمد شوقي والاستاذ محمد الضماطي والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وده واجبنا وده اللي علينا داخل مجلس اداره نادي الزمالك. والله يا خالد ما ده اللي انا بقوله. طبعا طبعا كلام حضرتك مظبوط، واجب وسباقين دايما بالخير ومدين ايديكم دايما بالسلام وفي كل شيء حلو، يعني ما ده الطبيعي انه يتم الترحيب بيهم. طبعا. وهو لو ما كانش تم الترحيب بيهم على فكره كنا احنا كذا مساويه. صح. كنا احنا اول ناس زعلت. كلام حضرتك مظبوط طبعا. والله بلا شك. انا ما اعتقدش ان اي حد زملكاوي يعني هيحب ان نادي يكون بيظهر قدام طبعا اخرين انه نادي مقصر او ادارته مقصره او كده، اكيد ده شيء يزعلنا يعني. طبعا كلام حضرتك مظبوط، انتوا عملتوا الصح والمستشار مرتضى منصور عمل الصح، وده الطبيعي، ده الطبيعي، لانه برضو احنا اكيد لما هنروح برضو
كمجلس اداره وفرقه رياضيه بتروح النادي الاهلي طبعا يتم الترحيب بيهم برضه اكيد بلا شك بلا شك يعني. بشكرك فناننا الجميل العظيم هاني شاكر والف مبروك كمان مره ونستمتع دايما كده بصوتك الجميل الرائع. سواء عايز اوجه رساله لامام عاشور او حاجه؟ لا 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 هو انا كنت عايز باعتباره ان هو امير دوله الغناء العربي يا ترى بالنسبه لمباراه المغرب لو ان شاء الله قدر للمغرب وعملوا له حفله كبيره في المغرب هل ممكن امير دوله الغناء العربي يساهم فيها ويمتحهم بصوته ممثلا عن الفنانين المصريين؟ فصل التليفون. اكيد اكيد طبعا من غير ما اعرف انا قابلته مره في سفريه في المغرب. لا طبعا فناننا الجميل هو امير الغناء العربي ده اسم يعني مش من فراغ. هنروح لفيديو تاني. يمكن فقدت الرياضه المصريه وكره القدم على وجه التحديد اثناء مباراه في دوري القسم الثالث لاعب من اللاعبين يعني المقاتلين كابتن سامي سعيد يعني اثناء المباراه يعني في قولين بلع لسانه ولا ما سكت قلبيه لكن تعددت الاسباب والموت واحد اسكن الله فسيح جنته الهم اسرته الصبر والسلوان واسره مطروح كلها واسره كره القدم في مطروح ويمكن ولاد الكابتن سامي سعيد كانوا متواجدين النهارده في نادي الزمالك مع سياده المستشار مع رئيس نادي مطروح الاستاذ حمد فرج وهو من الشخصيات المحترمه يمكن علاقة مميزة ما بيني وما بين الأستاذ حمد أثناء وجودي كعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من الشخصيات النقية الجميلة في أسرة مطروح يمكن حاج سعد أبو صندوق الحاج نور رسلان يعني خايف أنسى حد وعائلة رسلان كلها في مطروح وعائلات رسلان في أهالي مطروح ونوادي مطروح من الأندية اللي يعني بتفحت في الصخر عشان تلعب كرة قدم وسط ظروف مادية صعبة جدا ورؤساء الأندية يعني بيبذلوا أقصى ما عندهم من وقت وجهد وفلوس عشان تفضل صورة أندية مطروح موجودة وداخل دوري القسم الثاني والثالث والرابع ويشاركوا في كرة القدم. تعالوا نروح نشوف تقرير استقبال المستشار مرتضى منصور للأستاذ حمد فرج رئيس نادي مطروح مع أسرة اللاعب المتوفي الراحل الله يرحمه الكابتن سامي سعيد ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معانا السيد رئيس نادي مطروح كابتن حمد فرج. نعم حمد فرج بالظبط كابتن محمد ومدير العلاقات العامه في المحافظه المحترم عندهم محافظ المحترم محمد وعلي ولاد المرحوم سامح سامي اهلا بيكم طبعا وشرفتوني زي شويه من نخاعكم شرفتوني وبقى في حياتكم ويعني الواحد يعني يحاول بقدر المستطاع ان هو يساعدكم طبعا عندي في مرسى مطروح فمش هينفع حد فيك يشتغل هنا مش كده؟ ولا بيشتغل في المعسكر بتاع في مرسى مطروح ماشي الحمد لله شرفنا يعني عندنا هناك معسكر اتصل بيه وقال له احنا مستعدين امبارح بالليل يا فندم الدنيا بس انت اول واحد بدات في مطروح فكلمني النائب احمد رسلان قال لي حمد فرح فين انت ورايح للسيد قال لي استاذنك تروح هناك وانا عايز اكلم سياده المستشار فالراجل يعني بعد ما قال لي هتروح النادي هناك هتشوف حاجه احنا اول مره نيجي وعلى فكره والد سامي والد علي محمد الزمالكاوي اقسم بالله ساعه ما الزمالك بيتهزم بيعيط سليم وكان يتمنى كان يتمنى ان هو يجي يجي هنا سليم ولكن توفى الله عياله جم للمكان شفت سبحان الله يعني محمد بيدي طول الطريق يقول ان شاء الله الزمالك يفوز عشان لو سبحان الله حصلت حاجه غريبه خالص احنا كنا بنتعشى عند ناس قريبنا هنا فالماتش بقى 0-0 فطلعنا زعلانين بعد ما طلعنا واحنا جايين كابتن بيقول له انا جول في اخر جول في اخر دقيقه والاهلي يتعادل يعني احنا خدنا 5 بونت ايه رايك بقى في النادي كده؟ بسم الله ما شاء الله حاجه خرافه فوق خرافه كمان بسم الله ما شاء الله جه ايام ممدوح عباس قال لي كابتن حمد دخلت من البوابه طلعت من البوابه ما حدش كلمني فكان فتره عندي لقاء مع الوزير وانا ببص من فوق من الوزاره
كيفيه الدنيا حاجه ثانيه. حاجه كابتن محمد تروح لنادي الزمالك دلوقتي احنا اول مره جينا، ولكن فندم بامانه واقسم بالله العظيم مش بجاملك، محافظه مطروح فيها كميه زملكاويه انا نفسي تتخيلها. لو ما اتعمل لك لفه من داخل المحافظه لحد جالي احمد شوبير في 2004، انا عضو مجلس محلي محافظه ورئيس لجنه شباب الرياضه، قال لي احمد شوبير، قال لي كابتن حمد يوصل لك الحاجه، انا اتفاجئت بحاجه شوبير، قال لي اتفاجئت ان انا في سبع انفار في مطروح اهلاويه. والله قال لي اقسم بالله، قال لي انتوا كلكم تيجي تتفرج. انا اتمنى ودي دعوه انك تيجي محافظه وهتلاقي استقبال والله العظيم ورا الجمهوريه، بدون اي مجامله، بدون اي مجامله دي مش حكايه دول. الناس هناك في مطروح يعني زملكاويه، يعني قول 70-80% زملكاويه، 20% مطروح اهلاويه. الحمد لله عشان مطروح رجاله. لا والله العظيم رجاله احنا مطروح رجاله بنحب الراجل. بس انت ما جيتش مطروح خالص. لا انا نزلت، كنت جاي من وارد مطروح. انت عندك مقر النادي؟ كنت في 73 حرب، ايام الحرب يعني، كنت في المانيا. فجت طيارة خدتنا رحلة المصير، طار المصير في ألمانيا ولندن وإيطاليا، ونزلنا في مطار اسمه بنينة. بنينة بليبيا. خدنا الأوتوبيسات نزلنا. يعني أنت يا مرض لا حاجة، هقول لك مطروح زي اسكندرية دلوقتي حاجة روعة. أنت روحت فيها أحسن. 73 إحنا عندنا المالديف. القيادة السياسية دلوقتي متجهة ناحية مطروح العالمين. المالديف يا راجل، عارف المقارنة بالمالديف بتاع أسبانيا. المالديف بتاع أسبانيا أقسم بالله المالديف. أنت النادي بتاعكم اللي في الغرام المقر بتاعكم في شارع في هضبة تحت. احنا كل شهر لازم نجيب الحله والرز الاحمر عند نادي الزمالك. نادي الزمالك بسم الله ونقول النادي ده بتاعنا. يعني حتى العاملين اللي هناك بييجوا يا جماعه تمرين نروح احنا قاعدين قدام السنه بتاعنا. توعدنا بزياره المطروح يا ريس عشان نقفل. ده كان أسرة سامي سعيد، وواضح من كلام الحاج حمد فرج إن هو زملكاوي وولاده زملكاوية، ويعني قال إن 70-80% من أهالي مطروح زملكاوية. ويمكن أنا لمست ده أثناء وجودي كعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كرة القدم، لما كنت بروح مطروح وقلت على سيادة النائب أحمد رسلان، وقلت على العمدة عدلي رسلان ونور رسلان والحاج سعد أبو صندوق، يعني عائلة مطروح الكروية تشعر أن أنت أمام عائلة واحدة رغم طول المسافات ما بينهم. لكن المصري السلوم ومركز شباب الحمام والحمام والضبعة ونادي مطروح والجزيرة والترجي، ويعني كل وعائلة حاج سعد الحاج إبراهيم أبو صندوق، يعني كلهم عائلة رائعة جدا جدا جدا. كانوا النهاردة موجودين في ضيافة المستشار مرتضى منصور، وواضح الإعجاب الشديد بنادي الزمالك والتطور الشديد يمكن في نادي الزمالك. حتى المستشار مرتضى قال لهم لو عايزين تبقوا في معسكر مرسى في معسكر نادي الزمالك أو في يعني مصيف نادي الزمالك في مطروح تحت أمركم. وده حاجة مش جديدة على المستشار مرتضى. معايا على هوا حاج حمد فرج رئيس نادي مطروح. حاج حمد أهلا بيك معايا في زملكاوي. أهلا بحبيبي وأخويا حبيبي العمر كابتن خالد لطيف. كده تيجي القاهرة ونادي الزمالك من غير ما أعرف؟ ماشي. احنا بنعتبروه، وأنا عارفك هتقول لي الكلمة دي وعارفك هتزعل مني. لا أنت حبيبي، ولكن طبعا طالما أنا جيت لكبير العيلة طبعا يبقى كل حاجة صح، كل حاجة تمام تمام. لا والمستشار مرتضى طبعا كبير العيلة الزملكاوية، وكأني أنا شفتك وهو أنت معايا على التليفون. أنا عايزك أستأذنك وأستأذن ضيوفك إنك تديني راحتي في الكلام. اتفضل راحتك كلها في الكلام. كابتن جمال عبد الحميد والأستاذ منتصر رفاعي والأستاذ محمد أجب والأستاذ علي بركة. اتفضل. أولا سلمني عليهم كلهم. اتفضل. ومعاك فاكهة اللي إحنا بنحطوها في مطروح بأمانة. كابتن جمال عبد الحميد طبعا شخصية محبوبة في محافظة مطروح بطريقة لا تتخيلها. طبعا ربنا يخليك. دي حاجة أنا أولا عمري ما قعدت معاه، ولكن إحنا بنحبوه راجل مؤدب وراجل محترم وراجل زملكاوي. ربنا يخليك. النقطة الثانية، إحنا رجعنا، إحنا طبعا أول من بادر بوجود أسرة اللاعب سامي سعيد إلى القاهرة في نادي الزمالك سيد المستشار مرتضى منصور. اول ما النائب احمد رسلان سمع اني انا في القاهره عند سياده المستشار كلمني الحاج عدلي وقال لي يا كابتن حمد قل له احنا طرف سيد النائب احمد رسلان. قابلت سياده المستشار مرتضى منصور وكان لينا شرف، واول مره احضر المؤتمر الصحفي اللي هو عامله،
وكان في بعض الامور هو بيوضحها للجمهور واستمتعنا جدا بهذا اللقاء. وكل سياده المستشار النائب احمد رسام بيسلم عليك قال لك ده اخويا وحبيبي وانا بقدره وانا 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 بحترمه. سليم اتفضل. عايز خالد؟ اه معاك طبعا وسامعك، وانت عارف علاقتي بالنائب احمد وعلاقتي بالعمده عدلي وبعلاقتي بنور رسلان. اه بص انت 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 الناس حبتك في يوم وليله مطروح. الحمد لله الحمد لله يا رب. الحمد لله حبتك في يوم وليله. انا لا ومطروح ليها معزه طبعا. نازل انتخابات ايه ظروفه؟ قلت لك اديني ربع ساعه، عملت تليفوناتي قلت لك انزل واتكل على الله. فاكر اليوم ده؟ فاكر طبعا فاكر. وقفنا مع بعضينا طبعا، دورتين متتاليتين الحمد لله الحمد لله. يا رب دورتين متتاليتين مطروح المحبه طبعا، ونطرت نطر الحمد يعني لله فيها. وكانت اعلى الاصوات الحمد لله يا رب الحمد لله. نادي الزمالك اول مره نيجي، المرحوم الله يرحمه اللاعب سامي سعيد عنده 44 سنه من الابناء، ودوت يا كابتن خضر دي ابن يعتبر ابن الكابتن بازوكا هو اللي مربيه. جينا نادي الزمالك لقيت حاجه يعني معلش حاجه يعني اول مره نيجي نادي الزمالك لقيت فرح، لقيت ان لقيت احترام، لقيت تقدير، لقيت حاجه يعني حاجه مفخره بامانه الحمد لله. المرحوم اللي توفى كابتن سامي سعيد الراجل ده اسال اي حد، الراجل ده زملكاوي وكان يتمنى ان هو يجي نادي الزمالك. شوف القدر، هو يتوفاه الله وعياله يجوا نادي الزمالك ويزوروا السيد المستشار مرتضى منصور ويقعدوا معاه في الحديقه الخاصه للسيد مرتضى منصور. اقسم بالله احنا جايين مش عارفين سياده المستشار هيعمل ايه. اولا رجعنا محافظه مطروح، انا بكلمك وانا راجع لمحافظه مطروح دلوقتي سليم، رجعت مجبورين خاطر، الناس كلها بتكلمنا بيقولوا سياده المستشار عمل ايه. سياده المستشار طلع مبلغ مالي، انا متحفظ على الرقم. ايوه سليم لاسباب هي ايوه. انا ليه صدق؟ الو الجمعه الجايه اديني هطلع قرار، واللي انتوا عايزينه انا اعملها لكم انتوا اولادي. وحسيت يعني من تقديره واحترامه والكيان بتاع كابتن مرتضى المستشار مرتضى منصور عشان ما يحرجش العيال عمل لفتة إنسانية. أنا الراجل ده كبر في نظري، إن الراجل أنا معايا العمدة صالح محارب ومعايا الأخ حمادة سنوسي سليم، خد الأولاد على جنب واتكلم معاهم وعمل الواجب مع الأولاد سليم. ده شيء هو يعني عامله لله. احنا اول من بادر بمساعده اولاد المرحوم سامي سعيد ابن نادي مطروح السيد المستشار. الناس دلوقتي بتكلمنا انا مش يعني مش عايز اذكر اسماء في قناه نادي الزمالك، الناس بتكلمنا بدايه خير سببها السيد المستشار مرتضى منصور. الله ده احلى حاجه. فاحنا فخورين، واحنا فخورين كزملكاويه. انت تعلم اسرتنا كلها زملكاويه، نعم، راكبين العربيه دلوقتي وراجعين مطروح كلهم زملكاويه وفخورين. الاولاد بيقولوا ده نادي بتاعنا. يعني دي حاجه جميله ان هو يعني المبلغ من جيبه الخاص وما يقولش عليه، دي عادته. انا عملت اتصالاتي، انا ممكن اذكر مبلغ ولكن لا 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 طبعا لا، وده علاقه ما بينه وما بين ربنا. اه وانا راجع، ربنا يوصلني بالسلامه يا رب ان شاء الله، نوصل بالسلامه. ان احنا انا بقول لك كلمه احنا رجعنا مجبورين الخاطر، كلمه حط تحت منها طبعا كم يعني علامه استفهام كده، ان الناس دلوقتي في مطروح بتقولوا هو عمل ايه؟ انتوا رايحين ليه؟ فاهم ازاي؟ مجبورين الخاطر. السيد المستشار مرتضى منصور بادر بحاجة للأسف ومفروح ما اتعملتش. أنا خلصنا العقد وركبنا وخدت الأولاد، والمفهوم دوت متربي عندي في البيت، يعني تعرف كابتن بازوكا؟ عارف طبعا. متربي عندنا في البيت، طبعا. ده يفضل يتغشى يعني هو يمشي الحياة بتاعتنا كلها.
فراجل راجل راجل محبوب، راجل كان بيلعب في الممتاز به، ولكن ما خدش الشهره، ولكن الشهره خدها بعد ما مات. صح. على العموم ترجع بالسلامه. القصه اللي احنا اتكلم جزئيه اللي احنا من خلال برنامج نادي الزمالك ان محافظه مطروح، وانت تعلم محافظه مطروح محافظه حدوديه والانديه الدعم اللي فيها دعم كثير. ايوه. السيد الوزير اتصل، استاذ جمال علام اتصل، اعضاء مجلس الشعب والشوره ومجلس الشيوخ اتصلوا بينا ومتابعيني كويس، وكل واحد عايز يعمل حاجه للمرحوم. فالمرحوم سامي راجل مؤدب جدا، راجل بتاع ربنا، راجل بيقرا قران، راجل بتاع اذكار، ربنا اداله الشهره بعد ما مات. الله يرحمه. احنا يعني من خلال برنامج نادي الزمالك نشكرك، نشكر قناه الزمالك، نشكر ضيوفك، ونشكر نجم كبير كابتن جمال عبد الحميد، وبنقول له خليك جنب المستشار مرتضى منصور، عشان حضرت المؤتمر النهارده، المستشار مرتضى منصور وجه رساله للجمهور الزمالكاوي ان لازم توقفوا جنب النادي بتاعكم، مش جنب مرتضى منصور، لازم توقفوا جنب النادي بتاعكم، عشان النادي بتاعكم محتاج دعم، واهم حاجه دعم الجمهور لمرتضى منصور. انا شفت النهارده حاجات، يعني الراجل من ضمن، يعني انا اول مره اشوف رئيس نادي يعمل حوار في الجمهور، اختار 20 فرد وقال لهم يا جماعه كل واحد دي ثلاث اربع دقايق يسالني هو عايز ايه؟ اتكلموا في مشكله كهرباء، اتكلموا في مشكله النادي، اتكلموا في مشكله غضبان جدا من 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 السيد ممدوح عباس، زعلانين جمهور الزمالك. لا الكلام ده غلط يا ممدوح بيه عباس، الكلام ده غلط، انت ليك فلوس على عين وعلى الراس، ولكن ما تطلبش بالطريقه دي، اللي انت بتعمله كده انت بتوقع نادي الزمالك. في مشكله، في حاجه بين المستشار مرتضى منصور بره النادي، ولكن نادي الزمالك الكيان الكبير اللي هو في وضعه في الوطن العربي وفي افريقيا وفي العالم كله، لا مش بالطريقه دي، احنا مش كل من فوق ونادي الزمالك. واضح ان الاتصال في الطريق، يعني ربنا يوصلك بالسلامه يا استاذ حمد. عايز الخص مكالمه استاذ حمد في ثلاث حاجات. ان المبلغ المالي اللي هو ما رضاش يذكره الاستاذ حمد من الجيب الشخصي للمستشار مرتضى وليس من نادي الزمالك. اثنين، جبر الخواطر زي ما قال استاذ حمد، قال لك احنا راجعين. يكفيني يا كابتن خالد اقول لك ان احنا مجبورين الخاطر، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، يعني زي ما بيتقال لي الزميل العزيز كارم، ان تم تعيين ابن الكابتن سامي سعيد مدير لمصيف نادي الزمالك في مرسى مطروح، وده شيء رائع جدا 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 من سيادة المستشار. ان حتى وده بان يعني حتى في سؤاله ليه في التقرير، قال له في مصيف مصر تشتغل هنا ولا مش هينفع عشان هبقى بعيد، ففي مصيف نادي الزمالك مرسى تروح، فعينه مديرا لمصيف طبعا لنادي الزمالك في مطروح، في معسكر نادي الزمالك في مطروح، وده شيء رائع جدا جدا جدا. جبر الخاطر طبعا يا استاذ محمد، طبعا طبعا احنا جايين له من مطروح طبعًا. سبحان الله، بيقول لك سامي ده الله يرحمه يعني كان زملكاوي وكان نفسه يجي نادي الزمالك، سبحان الله اولاده اللي دخلوا نادي الزمالك. شوف يا خالد، خدها كده من يعني خد الشريط من اوله كده، من اسر الشهداء واولاد الشهداء والمصابين الحروب. ومرتضى لم يترك مناسبه فيها مسانده لانسان ضعيف. ضعيف ايه؟ ضعيف امام الحياه، مش ضعيف بدنيا او حاجه، ضعيف امام ظروف الحياه. لم يترك مناسبه الا وتدخل فيها من جيبه الشخصي قبل اي حاجه. يعني مرتضى لعلمك بيحب يتعامل مع ربنا، وهو قال الكلام ده. وفي حاجات كتير انا بقول لك ما اقدرش اقولها، لا طبعا، لانه علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، لان دي علاقته. وانا هو نفسه كان يقول لي الكلام ده رجب، يعني لما اقول له ايه، لا ده المفروض الناس تعرف الكلام ده مرتضى، يقول لي الكلام ده رجب ده بيني وبين ربنا، مش يعني ما انا عشان كده قلت للاستاذ حمد ما يقولش، واخد بالك؟ طبعا. فهو دائما وابدا مع الانسان المكسور، الانسان الضعيف، الانسان اللي محتاج مساعده.
واخد بالك تلاقيه على طول سباق للعمل الخير. كابتن جمال عقيب سريع على مكالمه الاستاذ حمد والتقرير. والله يعني كل تعقيب ان دي مش كبيره ولا كتير على المستشار ولا جديده، المستشار من اول اسر الشهداء، وكمان معظم الصالات عندنا والجناين والحدائق كلها مكتوبه اسمه الشهداء اللي راحوا ضحيه الغدر. فهو في الحاجات الانسانيه زي ما قال الاستاذ محمد انا معاه 100%، لو شاف حد عيان بيعيط بيبكي. دايما انا وهو بعد اللي هو بنقول حاجات كده بالنسبه للصلاه وكده، فهو قلبه طيب جدا وقلبه ابيض، فمش جديد عليه. ولكن طبعا تعيين ابن المرحوم ربنا يرحمه يعني في مرسى مطروح، تخيل مثلا احنا لو ما عندناش حاجه في مرسى مطروح كان غصب عنه هيعينه هنا واجيب له شقه هنا كمان يعني. ولكن صح. الحمد لله احنا عندنا في مرسى مطروح، فالولد ما يبقاش بعيد عليه حته صح. الاداره دي. فدي طبعا حاجه مش جديده على المستشار مرتضى منصور يعني. منتصر. طبعا الدكتور المستشار مرتضى منصور دايما بيقوم بدوره المجتمع على اكمل وجه، دائما بيتفاعل مع كل الحالات الانسانيه ذوي القدرات الخاصه وذوي الهمم، كان لهم نصيب الاسد في اهتمام المستشار مرتضى منصور تماشيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه الجديده اللي كان في برنامجه الانتخابي اول حد يعني جنبا الى جنب ذوي القدرات الخاصه موجودين مع فخامة الرئيس في برنامج الانتخاب. وكان أول دورة ألعاب إقليمية نظمت في مصر كانت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل عام للإعاقة وعدل في القانون بتاعهم عشان ياخدوا حقوقهم. كان المستشار مرتضى منصور دايما يتفاعل مع عم عزة باع التين الشوكي مثلا مع شهداء، طبعا موضوع شهداء الجيش والشرطة والأسر، وتخصيص عدويات عاملة مجانية مش عدويات شرفية يدخلوا ويطلعوا ومن الدرجة الأولى، لا ده الأبناء وأسر الشهداء الجيش والوطن عضويات عاملة مجانية. أطلق يعني على الصلاة المغطاة مثلا صلاة الشهيد أحمد منسي طبعا. أسد قواتنا المسلحة الراحل، وابن اللي هو مشهور وابن الكابتن محمد طبعا عمر وإسلام مشهور وشريف محمد عمر بالتأكيد ربنا يرحمهم كلهم. فالدور المجتمع اللي بيقوم به المستشار مرتضى منصور ولا أروع من وهو على رأس نادي الزمالك، ناهيك عن علاقته الإنسانية الخاصة مع كل الناس اللي بتلجأ إليه كجبر الخواطر يعني. طبعا رحم الله كابتن سامي سعيد وألهم أسرته الصبر والسلوان، وربنا يا رب كده يسكنه فسيح جناته ويصبر أسرة مطروح كلها الرياضية. قبل ما أختم أستاذ علي، كان الفنان هاني شاكر قطع المكالمة وبعت لك مسج بيقول لي طبعا يسعدني أن أشارك متطوعا في الاحتفال بفريق المغرب الحبيب في دولة المغرب العظيمة. دي حاجة وده حاجة يعني مش جديدة على أمرنا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر. وصلنا لنهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، ألف مبروك لجمهور نادي الزمالك. بشكر كل ضيوفنا ونجومنا النهاردة، كابتن جمال عبد الحميد كاتبنا الصحفي الكبير، الأستاذ محمد رجب، الأستاذ علي بركة، أستاذ منتصر رفاعي. إن شاء الله نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من زملكاوي. لكم مني أطيب الأمنيات، أرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.